السلام عليكم. هنبدأ بقى محاضرتنا التانية النهاردة إن شاء الله في مقرر التحاليل الطبية أو قراءة التحاليل الطبية. لو الصوت بالنسبة لكم تمام يا ريت حد يرد عليا عشان أبدأ. لو الصوت والسكرين شير تمام ممكن نكتب واحد في الشات أو نقول تمام أي حاجة. تمام، أهلا وسهلا بيكم. وأنا قدامي آيفون، يعني مين اللي فاتح بقى المايك؟ أقفله أنا أهو. وأنا أي مايك بيفتح عندي ما بيتكلمش بقفله طبعا عشان خاطر يعني ما يعملش ديستربت. طيب احنا بقى مكملين مع بعض بالتعاون مع مجموعة الوطن الدولية، هناخد الليكشر 2 أو المحاضرة التانية في الميديكال لابوراتوري داتا. اتكلمنا امبارح عامة على لابوراتوري داتا وأنواع الأقسام بتاعتها وعرفنا زي مدخل كده للتحاليل الطبية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المعامل وإيه الأخطاء اللي بتحصل فيها، وهنتكلم عن أول قسم اللي هو قسم الاستقبال، وهنكمل تباعا بإذن الله في المحاضرتين الجايين. طيب إيه الـ common mistakes اللي ممكن تحصل في التحاليل الطبية أو أخذ التحاليل أو إيه اللي ممكن يحصل؟ يا ترى الأخطاء دي هتبقى بتحصل قبل التحليل ما يتعمل ولا بعد التحليل ما يتعمل ولا أثناء فترة التحليل؟ ده اللي هنشوفه حاليا. الأخطاء بقى الشائعة في المعامل، شائعة في المعامل اللي هي الـ common mistakes اللي ممكن تحصل في أي لاب، هنقسمها لثلاث مراحل بالظبط زي ما قسمنا امبارح. الثلاث مراحل دول بيبقوا أساسيين معانا، الـ pre-analytical اللي هو قبل التحليل، والاناليتيكال اللي هي مرحلة التحليل نفسه، والبوست اناليتيكال اللي هي بعد التحليل. والله الأخطاء اللي قبل التحليل عادة بتبقى غلطات في الكتابة، في استقبال العينة، في اسم العينة وهكذا. فالأخطاء الشائعة بتبقى في أخطاء من خارج المعمل، هو من الأول جاي لي الغلط، يعني جاي لي البيشنت مكتوب اسمه غلط في الروشتة، جاي لي مكتوب اسم التحليل غلط، جاي لي اختصار التحليل غلط، جاي لي مكتوب كلام عايم كده. فدي اخطاء جايالي من الاول، يعني انا ما غلطتش فيها في المعمل، هي جياني من بره. وفي اخطاء هتبقى احنا غلطانين فيها في المعمل وهنقولها برضو عشان نتلافى. فاول حاجه ممكن يجي لي اخطاء من خارج المعمل، زي ما قلنا ممكن يكون اسم البيشنت غلط، مكتوب بيانات غلط عنه، أي حاجة من بره المعمل يعني هو جاي لي بيها غلط. تمام كده. بعد كده في أخطاء تحليل، التحليل نفسه مكتوب يعني الدكتور اختار تحليل غير مناسب أو كاتب التحليل غلط. زي إيه مثلا؟ يعني يكتب لي بريجنانسي تيست، بريجنانسي تيست ونسكت. طب ما البريجنانسي تيست في اليورين ولا بريجنانسي تيست في الدم؟ طب بريجنانسي تيست في الدم هل هو عايز اللي هو positive or negative وخلاص، ولا هو عايز quantitative pregnancy test اللي هو يقول هي في الشهر الكام أو في الأسبوع الكام كده يعني؟ فدي من أكبر الغلطات ودي من أكتر الحاجات اللي بنشوفها. فطبعا أنت بتبقى واقع ما بين مشكلتين، هل أعمل ال common test وخلاص، ولا يعني زي مثلا common test في البريجنانسي تيست هيبقى في البلاد بوزيتيف ونيجاتيف وخلاص، ولا هعمل للبيشنت كل التيستس المتاحه تحت كلمه بريجنانسي تيست، ويبقى كده البيشنت هيشيل كوست او تكلفه اعلى بكتير من المفروض يشيلها. انتوا معايا ولا فين؟ بناني انت فاتحه المايك، اتفضلي عايزه تسالي حاجه. لا معلش دكتور، بس ما انتبهت، نيحي نبهتيني، يعطيك العافية. ولا يهمك. طيب قولي لنا بقى، قولي لنا نعمل ايه في المشكلة دي. يعني لو الدكتور كتب pregnancy test وخلاص، دلوقتي دكتور انا انا هلا بكتبي. كنت انا هلا دخلت ما سمعت الفكرة. طيب احنا كنا بنقول ان ممكن من ضمن الاخطاء اللي بتحصل ان الدكتور يكتب اسم التست عامة، ما يحددش هو عايز ايه.
مثلا كاتب بريجنانسي تيست، فانا يبقى قدامي مشكلة من اتنين، اللي هو يا ترى اعمل له تحليل المشهور في البريجنانسي تيست وخلاص، ولا اعمل له كل تحاليل البريجنانسي واعمل لها كل تحاليل البريجنانسي وابقى انا كده شيلتها كوست اضافية. تفتكري لا اعمل ايه في يعني الوقت ده؟ انا بصراحه هرجع له اللي حدد لي بالضبط شو عشان ما اتهمها تكاليف كتير. طيب وافترضي ما عرفناش نرجع له، ممكن اضطر اساويها عشان اطمن، يعني عشان ما اروح ارجع مرتين يعني. هو الصح زي ما انتوا قلتوا هنرجع للطبيب المعالج ده لو كاتب رقم تليفون، لو مش كده هنضطر ان احنا نخلي البيشنت تروح تتواصل معاه. زمايلك ما شاء الله كتبوا ريم، برافو عليكي، في ناس كتبوا في الشات برافو. فلو مش كده هتتواصل البيشنت معاه بحيث ما كلفهاش كتب. ما هو انا لو معمل ما عنديش ضمير هقول ما انا هعمل لها كل التحاليل، ما هو اللي كاتب هعمل لها كل التحاليل مع ان كلها زي بعض. هو امتى بنطلب الكوانتيتيف او الكواليتيتيف؟ الكواليتيتيف هي عايزه تعرف هي بريجننت ولا لا، مثلا الدكتور هيديها علاج معين وخايف تكون بريجننت فيبقى في مشكله كده يعني. انما الكوانتيتيف ده تحليل غالي جدا، اللي هو بنبقى عايزين نعرف هي حامل في الشهر او في الاسبوع الكام، فده بيطلبوه عشان يتاكدوا، بالذات لما بيكون حمل مجهري او فهي اوريدي متكلفه تكاليف ما فيه كفايه، فما ينفعش اكلفها الا لما يكون مطلوب منها فعلا التست. طيب برضو نفس القصة على نفس الغرار، دكتور يكتب ثايرويد فانكشن. طب ما احنا خدنا امبارح الثايرويد دي اللي هي غدة الدرقية ليها هرمونز كتيرة يعني T3 وT4 وTSH، طب هو عايز انهي واحد فيهم ولا نحلل كله؟ نفس الكلام الليفر فانكشن، ليفر فانكشن انزيمز كتيرة سجوت وسكيب وهكذا. الكدني برضو يا ترى عايز البيليروبين ولا عايز ايه بالظبط؟ نفس الكلام دايابيتس بروفايل، ما ينفعش نكتب اسم تحليل عايم كده، عايم دي يعني مش سبيسيفيك يعني مش محدد، لازم الدكتور يكتب بالظبط اسم التحليل. فهو لو مش مكتوب بالظبط دي غلطة جاية لي هي من بره المعمل، لازم هتواصل معاه او هخلي البيشنت يرجع له بحيث ان يبقى التحليل مظبوط. طيب معلومة ليك برضو، انا لان ممكن فيكو حد بعد كده يفتح يبقى عنده معمل تحاليل او كده، انا لو قلت للبيشنت ارجع للدكتور يحدد التحليل وخلاص من غير ما افهم البيشنت، ممكن يقول ده المعمل ده مش فاهمين حاجه ويروح لمعمل تاني يضحك عليه ويكون ما عندوش ضمير ويعمل له كل التحاليل وخلاص، وساعتها هيطلع على معملي سمعه ده المعمل ده ما عمليش حاجه ورحت للتاني في ثانيه عمل التحاليل. فانا لازم ما مشيش المريض من عندي الا وانا مفهماه الغلط اللي واقع في مثلا في الروشتة او مكتوب. لو انا ما عرفتش ده في حاله لو انا ما عرفتش اوصل للطبيب المعالج، انما لو انا عرفت اوصل للطبيب المعالج يبقى انا حليتها مع الطبيب وسالته وقال لي وعملت للمريض وخلاص. انما لو ما عرفتش اتواصل مع الدكتور المعالج لازم افهم البيشنت الدكتور كاتب لك تيست اسم عام وانا ده تحتيه 3 او 4 تيستات، انا ما عنديش مشكله لو انت ما عندكش مشكله اعملهم لك الاربعه وتدفع التكلفه، في حين ان ممكن الدكتور يكون عايز واحد منهم بس، فالأفضل ليك تتواصل معاه. فحضرتك تحب تتواصل مع الدكتور وتحدد ولا نعملهم لك الأربعة؟ فاهميني؟ دي مهمة جدا جدا. نفس الكلام لما بيبقى حد عنده صيدلية، دايما كنت أقول لطلابي مننا صيدلة يعني، فلما يجي لك حد في الصيدلية والمفروض إن هو العلاج بتاعه مش أوتوسي، ما ينفعش يتصرف كده، لازم يروح لطبيب. فانت ما تدلوش مثلا ما تمشيهوش وتقول له روح لدكتور وخلاص من غير ما تفهمه، انت لازم تفهمه انت حالتك كذا كذا كذا، انا ممكن اديك حاجه مسكنه او ممكن اديك حاجه تقلل الحراره بس انت محتاج تروح تكشف وتروح تعمل تحليل وي وي وي، لو انت ما عندكش مشكله تاخد مني المسكن بس عشان تقدر تروح وتكشف، بس لازم كشف تمام. وتقول له لو انت رحت لحد غيري ممكن يديك مسكن وما يفهمكش، فانت تخف اول يوم ولا اول وتاني يوم وتبقى كويس في حين ان المرض موجود، وبعد كده ترجع تتعب تاني، فانت وقتها هتقول ده الدكتور اللي انا رحت له اداني علاج وايه خفيت في نفس اليوم، والدكتور الفلاني مرضيش يصرف لي من الصيدلية علاج ومشاني، وابقى انا قدامك وحش بس انا اللي خايفة على مصلحتك. فانت لازم مهم جدا جدا انتوا كلكم شغالين في ميديكال فيلد،
مهم جدا جدا يبقى في كونتاكت كويس جدا مع المريض. المريض ما ينفعش تديله كلمة والسلام، المريض لازم تتكلم معاه ولازم تاخد هيستوري كويس منه. دي اي بي سي كده، التعامل مع المرضى. انت انا كنت في الصيدلية بتاعتي من كنت زمان لما كنت فاضية وكنت بقف فيها، كنت ببقى عارفة قصة حياة الناس كلها في المنطقة. ليه؟ لأن أنا بسيبه يتكلم، بسيبه يحكي كل حاجة، يعني مش بس المرض بتاعه، أنا بسيبه لغاية لما هو يزهق من الكلام أبتدي أنا بقى أقول له طب خد كذا، طب أعمل كذا. ليه؟ لأنه ودي كانت بتضمن لي بقاء العملاء بتوعي، وكمان هو وهو بيتكلم عينه بتقع على مثلا أي حاجة، اكسسوارز، علبة كريم، علبة شامبو، علبة شاور، وات ايفر بقى. فهو طول ما هو بيتكلم وأنا سايباه مداله راحته واقف في الصيدلية بيقعد يشتري حاجات. انما هو جه طلب الحاجه اديتها له ومشيته من غير ما يتكلم ولا كلمه، مفيش وقت انه يقف في الصيدليه، ما اتفرجش على الفاترينا عندي، ما شافش الحاجات، فبرضه ما اشتراش حلو. فدي برضه دي حته في الماركتنج، عارفه ايه اللي دخلنا ليه يعني. فدي مهم جدا عشان تقدر يبقى في سكيلز ما بينك او كوميونيكيشن سكيلز ما بينك وما بين البيشنت. كمان ساعات عينات اللي بتروح للمعامل، اه جميل، تعزيز الثقة. ما هو انت البيشنت محتاج يحس ان في ثقة ما بينك وبينه، انت بتسيبه يحكي وهو عارف ومطمن ان انت مش هتطلع اسراره بره، دي حاجة كويسة طبعا. وهو بيبقى ساعات نفسه يحكي، فهو محتاج يحكي ويحكي لحد ما يعرفوش، فدي مهمة جدا ساعات. كمان العينات بقى اللي بتروح مثلا معامل باثولوجي، انتوا امبارح احنا اخدنا انواع المعامل، معمل باثولوجي اللي بتروح لعينات يحللها او اجزاء من التيشوز. فتخيل لو العينه دي جايه لنا المعمل من غير فورمالين، هي اوريدي بتبقى جايه، قلنا معمل باثولوجي بتجي له العينات من اقسام تانية. طبعا لو جايبها من غير فورمالين يبقى كده ما احفظهاش، يبقى انا ما استلمش العينه. خلي بالك العينه اللي جايه لي غلط ما استلمهاش، عشان ما يبقاش مبني على باطل فهو باطل. لو انا حللت عينه جايه لي غلط، ما هي الريزلت مش هتبقى صح، النتيجه عمرها ما هتبقى صح. كمان خط غير واضح او خط غير مقروء، الدكتور ايه كاتب شخبطه كده، طب انا الشخبطه دي هفك طلاسمها ازاي وانا هشعوذ؟ لا، انا لازم يكتب لي بخط واضح. دلوقتي معظم الفيزيشن بيبقى عندهم كمبيوتر وبيطلعوا الروشتة مكتوبة على الكمبيوتر، دي أحسن لينا وليه طبعا. ليه؟ لأنها بتبقى الخط واضح تماما. لو أنت الخط غير واضح وشكيت اتصل على الطبيب، ما تطلعش حاجة أو ما تعملش حاجة من غير ما تكون متأكد 100%. طيب الناس عندها كده مشكلة في الأخطاء الشائعة في المعامل، اللي هي اللي جايالي لسه من بره، ده كله ما دخلناش على الغلط اللي ممكن يكون في المعمل. عندنا مشكلة كده؟ واضح دكتور، ماشي، يعطيك العافية. لو ما عندناش مشكلة في الحتة دي ماشي. الناس كتبت كله شيء تمام، كله تمام يعني، ماشي زي الفل. طيب دي الأخطاء اللي جياني من بره المعمل، وتفعلا نتعامل معاها ازاي. طب نشوف بقى الأخطاء اللي هتجيلي من جوه المعمل. ليه؟ لو انت معايا قول لي مشكلة السكرين عندك ولا ما ولا مش ما عملتش المرة دي. اما اجي اقلب السكرين بتعمل عندك ولا ايه؟ تمام ماشي، شكرا. طيب الاخطاء بقى الشائعة جوه المعمل، اول حاجة اخطاء من داخل المعمل عند استقبال المريض. أول حاجة أخطاء خاصة بتجهيز المريض، خلي بالك دي أنا مهمة ورجعت أكتبها تاني، أنا امبارح قلتها والنهاردة رجعت أكتبها بالتفصيل لأنها مهمة جدا. أخطاء اللي داخل المعمل، اللي هي أنا مثلا جاي لي مريض المفروض هيعمل تيست معين لازم يبقى صايم، جاي مش صايم وأنا إيه كبرت دماغي وقلت أنا هعمله التحليل وخلاص، طب ما الريزلت هتطلع مش مظبوطة، وأبقى كده أنا بضر بنتائج معملي وبضر بسمعة معملي، او هو صايم زيادة عن اللازم او فلازم دي مهمة جدا ناخدها في حسبانا. طيب يا دكتور فكرينا كده وانا كاتبهم لكم عشان يفضلوا عندك على طول. اول حاجة الحاجات اللي فيها صيام، مفروض الدايابيتس او السكر بيصوم من 6 ل 8 ساعات. والله بقى لو جه قال لي انا من امبارح بالليل ما اكلتش، خلاص المهم ما يكونش عدى اكتر من 12 ساعة.
الترايجليسترايدز والليبيد بروفايل او الدهون بيصوموا من 10 ل 12 ساعة. الدهون لازم يصوم 10 ل 12 ساعة، ما يجيش الساعة 12 الظهر واقول له انت صايم من امتى، يقول لي من الساعة 6 الصبح. لا، لو 6 الصبح اقول له ارجع وتعالى لي لما يعدي 10 او 12 ساعة، يعني تعالى لي على الساعة 4 العصر او الساعة 5 العصر، بحيث يكون عدى عليه من 10 ل 12 ساعة. السكر الفاطر متفقين ساعتين، هو المفروض هيحلل الساعة 12، يجي يكون صايم من الساعة، يبدأ أكله الساعة 10، وبعد كده يبطل ياكل بقى في 10 دقايق ويبطل، ويا ريت لو واخد علاجه عشان نقدر نشوف العلاج بيجيب نتيجة ومرض السكر بالقياسات بتاعته بتقل ولا الوضع عامل ازاي. واتفقنا ان هو الأحسن يجي قبل ميعاده بربع ساعة عشان على ما يجي ياخد الدور بتاعه يبقى الدنيا تمام. طيب كمان في تحليلات حد بيتكلم ليه؟ أنا أنت عايز تسألي على حاجة؟ طيب في تحليلات تانية برضو يفضل يبقى صايم فيها لو بتعمل معاينة دكتورة، ترسيب. بس سؤال، هلا شو الفرق بين التحليل الأول اللي هو السكر من 6 ساعات ل 2 ساعة قد أقصى 12، والثالث اللي هو سكر فاطم 2 ساعتين بعد الأكل دون زيادة أو نقص، شو الفرق بيناتهم هذول؟ احنا امبارح قلنا ان السكر او الدايبيتس ليه تحليلين، في راندوم بلاد شوجر او فاست شوجر اللي هو او اللي هو بيبقى واكل السكر اللي مش اللي هو، خليني اقول لك بالعربي بالانجلش، الفاست اللي هو صايم. السكر الصايم لازم يجي لي المريض بقاله من 6 ل 8 ساعات ما اكلش، تمام؟ ده السكر الصايم، وده مهم جدا نعمله. السكر الفاطر او اللي هو الراندوم العشوائي اللي معمول بعد الاكل لازم، او فيه بيبقى بري او افتر ميل اللي هو بعد الاكل، الافتر ميل ده لازم يكون واكل في خلال ساعتين بالظبط. يعني يستحسن لو هو في بيته جنب المعمل ياكل الساعة 10 مثلا الظهر الصبح ياكل، وبعد كده مثلا يحسب بقى من اول ما بدأ ياكل، المفروض ياكل في خلال 10 دقايق، وبعدها بساعة ونص كده يروح على المعمل عشان على ما يجي يعمل تحليل يكون عدى ساعتين بالدقيقة من ساعة ما بدأ أكل. ده السكر الفاطر اللي هو بعد الأكل أو الأفتر ميل، تمام؟ يعني دكتورة، عند الهباط لما يكون السكر نازل شو بنحتاج؟ أي تحليل؟ عشان نكرر المريض بتاعنا عنده سكر أو لأ لازم نعمل التلات تحاليل، يعني لازم أيوة تمام. نعمل السكر. ليه؟ لأن احنا لو عملنا الراندوم، في راندوم بقى عشوائي، أنا مثلا تعبانة بقالي كام يوم، فالدكتور قال لي ما تروح تعملي لي سكر عشوائي أنا عايزة أشوف الدنيا فيها إيه. فروحت لقيت السكر العشوائي ده أنا معمول مش ولا صايمة ولا فاطرة، خليكوا واخدين بالكم ده أنا ما وجدتش سيرته. السكر العشوائي ده ولا صايمة ولا فاطرة، اللي ممكن تعمله في الصيدلية، يعني مش لازم، لأن بيبقى شكة كده بجهاز السكر ونبص نشوف القراية، فلا الدكتور لا القراية بتاعتي عالية أو قليلة، فكده يبتدي يقلق ان في خلل في السكر عند البيشنت ده، فيبتدي يقول له لا ده انت اطلب بقى منه تحليل صايم اللي هو الفاستنج بلاد شوجر، وتحليل افتر ميل بعد الاكل. فهو هيصوم هيبقى صايم 6 ساعات ويروح المعمل ياخد العينه منه، وبعدين يرجع ياكل ويحسب ساعتين ويرجع المعمل ياخد كمان عينه اللي هي بعد الاكل، والدكتور بناء على القرايات دي كلها بيحدد المريض بتاعي مريض سكر ولا لا. وكمان مش من مره واحده، مش النهارده استيل السكر ولقيته منخفض او عالي يبقى ده مريض سكر، لا انا برجع ايه بديله علاج عشان بس انقذه، وبعدين ارجع كمان اسبوع كمان 10 ايام عيد التحاليل شويه واعمل له جلايكوزيليتد هيموجلوبين اللي هو بيشوف السكر في الهيموجلوبين متراكم ولا لا، لو لقيته متراكم بقاله 3 شهور يبقى ده فعلا عنده خلل، وهكذا. تمام كده؟ تمام دكتور. ماشي. في تحاليل تانية برضو بيفضل يكون البيشنت صايم فيها،
زي الكانسر. امبارح قلنا الكانسر انتيجين والاي اس ار اللي هو معامل الترسيب، وتحليل الدم او التحاليل سوري الايرون اللي هي الحديد. كل الحاجات دي يا دكتور انا هحفظها؟ لا، انت المفروض بيبقى عندك زي مرجع كده انا كاتباهم لك اهم، او انت عندك اي كتاب تحليل فانت بتبص تتاكد التحليل ده صايم ولا فاطر. المفروض ان انت مع الممارسه، لو انت شغال بقى في اللاب او في الاناليتيكال لاب وعندك معمل او شغال في معمل تحاليل، مع الممارسه هتحفظ ايه اللي يبقى يتصايم وايه لا. وبيبقى فيه في كل معمل كده، في كل معمل محترم بيبقى عنده زي ورقه تعليمات يقول لك لما انت تيجي انت جاي له اول مره تحلل، فيسالك يقول لك هل انت صايم مثلا لو تحليل مستلزم صيام، مش صايم يقول لك طب خد الورقه التعليمات دي اقراها وكل التحاليل اللي انت هتعملها التزم بالتعليمات اللي فيها. فيبقى انت ريحت نفسك وريحت البيشنت، هو خلاص قرا التعليمات عارف والله ده انا عندي تحليل سكر صايم يبقى انا لازم اكون صايم 6 ساعات اتليست، انا عندي تحليل يورين يبقى انا لازم مش عارفه ايه وهكذا. دي مهمه جدا. طيب تحليل بقى اليورين او البول، لو انا بعمل بريجنانسي تيست في لو تفتكروا البريجنانسي قلت لكم يا ترى هيبقى يتعمل في اليورين ولا في السيرم او في البلاد، لو انا بعمل بريجنانسي تيست في البول انا قايله لكم من امبارح لازم، ودي مهمه جدا لان التيست ده بيتباع شرايط في الصيدليه، فحتى اي تخصص هيبقى سهل اي حد فيكم هيبقى عنده حد ممكن ينزل يشتري من الصيدليه اختبار حمل، فلازم انت تبقى فاهم تقول لها تعمله ازاي. طبعا هو يفضل انا لما كانت تجي لي اي مريضه تاخده على مدار اليوم كنت اقول لها ما تعملهوش النهارده واعمليه بكره الصبح. ليه؟ عشان يطلع احسن ريزلت، عشان تبقى عينه البول كونسنتريتد او مركزه وتطلع نتيجه كويسه. يبقى يفضل اول بول في الصباح مع عدم شرب سوائل بكثره الليله السابقه لاخذ العينه. ليه؟ عشان ما تبقاش شاربه ميه كتير فتخفف تركيز الهرمون في البول وبرضه النتيجة ما تبقاش قوية. يعني مثلا اجي اقول لها من المغرب ما تشربيش بقى سوائل ونامي، وبكرة الصبح اول عينة هي اللي تعملي عليها اختبار اليورين، لان اختبار اليورين او البريجنانسي في اليورين ان اكيوريت مش دقيق قوي زي البلاد وما بيبانش بسرعة زي البلاد، فلازم عشان هتعمله. بس هو الميزة فيه انه ارخص كتير من البلاد، يعني سي لو في اليورين بدولار هيبقى في البلاد ب 10 دولار، انا يعني انا بقول اي رقم يعني. فلازم هي تستسهل، يعني لو هتستسهل وتعمل الأرخص يبقى إيه تبقى عاملاه بالظبط عشان يدي نتيجة كويس. طيب كمان الستول، قلنا الستول بيبقى فيه ساعات لو احنا عايزين نشوف اليورين نشوف الباص في الستول أو نشوف كرات الدم في الستول أي حاجة من الحاجات دي، محتاجين يبقى المريض واخد باله من الاحتياطات. لحظة معلش. سلامة، أنا في محاضرة، أنا في محاضرة، أدخله إزاي وهو أساسا بيلعب مش هنا؟ طيب محتاجين بقى يعمل إيه؟ أول حاجة يبقى إحنا قايلين برضو التعليمات دي من إمبارح، محتاجين إن هو يبقى ممتنع عن تناول اللحوم، ما أكلش أي لحوم قبلها بيوم أو فجر، او ادويه زي الكورتيزون او الفيتامين سي او الاسبرين او حديد اي حاجه من الحاجات دي. طيب التحليل بقى بتاع البي اس اي ده ما بيتعملش خلال 10 ايام تالية لتركيب قسطرة البول. خلي بالك ده تحليل بيبقى قلنا البروستات عليه امبارح، ده مهم جدا، التحليل ده بيتعمل كتير للرجالة عشان يشوفوا هل عندهم اي انتيجين او اي التهابات او اي حاجة. فالتحليل ده ما ينفعش يبقى واحد لسه متركب له قسطرة فدي هتبوظ الدنيا واعمل له التحليل، او مع عامل منظار او عامل فحص بروستاتا واعمل له التحليل. يبقى لازم على الاقل يكون عدى 10 ايام، سوري لازم يكون عدى 10 ايام
من اي قسطره او اي منظار او اي حاجه من الحاجات دي. طيب ادويه الصرع، ادويه الصرع انا ببقى عايزه اتاكد ان البيشنت بياخدها، وانا عايزه اوصل مش بياخدها، عايزه اتاكد انها في الدم بتاعه ما وصلتش بعد ما البيشنت اخدها لليفل توكسيك، لان ادويه الصرع دي بتشغل على المخ وممكن تعمل مشاكل كتيره جدا. فانا محتاج اعمل ايه؟ اتابع الليفل بتاعها في الدم. فلما الدكتور يكتب للمريض ان هو يروح يعمل تحليل لادويه الصرع زي مثلا فينوباربيتال او اي واحد منهم، ايه اللي بيحصل؟ لازم يكون المريض انا مأكده عليه، انت بقالك 5 ايام بتاخد العلاج عشان يبقى النتيجه صح. يقول لي اه انا بقالي 5 ايام، ده انا بقالي اكتر من 5 ايام كمان. طب زي الفل. طب انت رجعت الكام يوم اللي فاتوا؟ يقول لي لا. طب جالك اي دايريه او اي اسهال الكام يوم اللي فاتوا؟ لا. خلاص ما جالوش ولا اسهال ولا ضريه ولا رجع، يبقى كده التركيز مظبوط، وده خلاص كده اعمل التحاليل واطمن هي وصلت للتوكسيك ليفل او وصلت للمستوى السام او لا. الناس معايا؟ دكتورة، بس سؤال، ليه بيحطوا الفجل مع اللحوم؟ يعني بيحذروا منه؟ كان الفجل كنبات فيه إنزيمات كتيرة سبحان الله يعني بتتداخل مع عمل بعض الكيتس أو بعض الإنزيمات اللي هي جوه التحاليل نفسها، فبتدي ريزلت مش مظبوط. زي بالظبط ساعات بنقول محدش ياكل جريب فروت خالص، بالذات أمراض معينة مثلا، من يعني عارفين الجريب فروت ده فاكهة كده زي البرتقال واليوستفندي وكده، فبنقول له ما تاكلش برضو جريب فروت. كل انا قلت لكم من امبارح في حاجات بتعمل نيجاتيف او بوزيتيف فولس ريزلت، يعني تديك نتيجه غلط. برضو احنا عندنا في ناس تكون بتشرب مخدرات وعايزين يعملوا تحليل مخدرات، هيروح يشتغل في شركه فلازم تعمل التست ده، فيقعد قبلها بيومين ما ياخدش الدواء اللي بياخده مثلا، ويقعد يشرب لبن ومش عارفه ايه، فيعمل ماسكينج للريزلت ويطلع نيجاتيف وهو اوريدي بياخد. فهي في سبحان الله في حاجات بتعمل انتر اكشن اسمها فود دراج انتر اكشن او فود او دراج دراج انتر اكشن، يعني في تفاعلات، عارفين تداخل التفاعلات، اللي في صيدلة اكيد هيدرس الحاجات دي، انما التخصصات التانية ممكن ما تدرسهاش، بس تبقي عارفة ان هو بيحصل تداخل او تفاعل وبيغير الريزلت. تمام كده؟ تمام. جميل. كمان عندي بقى تحاليل كتيرة لازم زي الـ IBC والـ Iron والـ Glucose 6 Phosphate، كل الحاجات دي لازم يكون عدى عليها من 3 لـ4 أسابيع من آخر نقل دم تم المريض. لو تفتكروا أنا قلت لكم امبارح ما هو مش معقول يكون البيشنت لسه ناقل دم وأعمل له تحليل أشوف كرات الدم عنده قد إيه، هو أوريدي هتبقى قليلة، فده مش ريزلت صحيحة، يعني دي مش بتعبر عن حالته الصحية المظبوطة، لان هو اوريدي كام يوم على او يرجع ياكل ويبقى زي الفل هيبقى كويس، انما ما يبقاش ناقل دم واروح اشوف الايرن بتاعه قد ايه، ما النتيجه مش منطقيه. كمان في تحاليل كتيره اهي، جينا برضو الحاجات اللي بتعمل مشاكل مع تحاليل زي الفي ام اي اللي هو الفينايل مانيليك اسيد والكاتيكولامين، في حاجات اسامي تحاليل مش لازم تحفظ اسم التحليل، يعني دول لازم يبقى فيه امتناع لمدة 48 ساعة قبل أخذ العينة عن تناول الشاي والقهوة والبتنجان. كنت زعلانة من فاجي شوفي بقى دلوقتي، والقهوة والبتنجان والطماطم والموز والصودا والبسكوت والفانيلا والأناناس. ليه؟ لأن كل حاجات السكريات فيها سكريات دي أو فيها كاتيكولامين، فيها مواد هيها شكل المادة اللي أنا بعمل لها التست، وفيها كلوروجينيك اسيد بيتداخل مع المانيليك اسيد في التيست بتاع الفي ام اي، طيب انا ممكن يديني نتائج بوزيتيف وان هو موجود بكميه كبيره وهو مش موجود، بس انا اكل هو مديني نتيجه بوزيتيف. تمام. فانا لما يجي حد يعمل التحليل من دول بقول له انت اخر مره شربت شاي امتى؟ يقول لي ده لسه شاربه قبل ما اجي. اقول له لا مش هينفع تعمل التحليل، خد عندك ولا الشاي ولا القهوة ولا البتنجان ولا الطماطم ولا الموز ولا البيبس أو الصودا ولا البسكوت ولا الفانيليا ولا الأناناس، ينفع تاكلهم وتجيلي، اقعد يومين امنع الأكلات دي كل بقى أي حاجة غيرهم وتعالى.
طيب تحليل بقى الالدوستيرون. الالدوستيرون لازم اكون مقلل الملح اللي في الاكل للثلاث ايام اللي قبليها، وكمان اكون مش متوتر وانا باخد العيان يعني، وكمان بسيب البيشنت ضمان ان هو ما يعلاش مني الالدوستيرون، ان هو اقول له ايه طب مدد على الشيز لونج ده ساعه كده قبل ما ناخد التحليل، قبل ما نسحب العيان، مهم جدا. وانا قلت لكم ان البيشنت لو اتوتر النتائج بتاعه الريزلت بتطلع مش مظبوطه، انتوا عارفين لدرجه ان فيه لو واحنا بنسحب، وهوريكم في الاخر النهارده هناخد في اخر محاضره ازاي نعمل عينات، نجمع عينات الدم من البيشنت، لو القف اللي بنقفلها او اللفه اللي بنلفها على البيشنت تلاقوه بيلف كده زي شريط كده على دراعه، لو الشريط ده زودنا المده بتاعته وهو مقفول على دراع البيشنت الريزلت بتاعت التحليل ممكن تتغير، قايلين لانه هيضغط على الدم وهيغير في حاجات في طبيعه الدم، وبالتالي نتيجه التحليل هتتغير. ففي حاجات كتيره اخطاء لقوها مع الزمن، فكان لازم تتعمل بيها كتب ومراجع والناس تاخدها وتاخد بالها ما تعملهاش. طيب بالنسبة بقى للتحليلات سواء البول أو البراز أو السبيوتم أو البصاق، لما بيبقى فيه منه اللي هو 3 أيام متتالية، قلت لكم امبارح لازم ولا بد تتابع ال3 أيام، يعني سبت حد اتنين أو تلات أربع خميس، ما أجيش والله أقول أنا هاخد سبت وأسيب الحد أصل أنا عندي شغل وأجي لك الاتنين والتلات، لا طبعا. تمام، دي مهمة جدا 3 أيام متتالية بدون حد فاصل. طيب حاجة بقى خطيرة أنا ما قلتهاش امبارح بس زودتها لكم النهاردة، الأشعة قبل التحليل، لو في حد مطلوب منه بيشنت مطلوب منه تحاليل وأشعة، تمام، فالمفروض يروح يعمل التحاليل قبل ما يعمل الأشعة، لأن لو عمل الأشعة اللي عرض جسمه للإشعاع أو الراديشن، أو سواء بقى أشعة صبغة فكده عرض نفسه للراديشن والصبغة، ساعتها ما ينفعش يعمل التحليل النهارده. ليه؟ لأن كده الريزلت هتتغير، يبقى انا ساعتها هقول له اقعد يومين وتعالى اعمل التحاليل. فيبقى انا مهم جدا كدكتور معالج او كحد هنعمل له التحاليل هقول له ايه ده انت عندك اشعه مطلوبه منك وتحاليل، روح اعمل تحاليلك الاول وبعدين اعمل الاشعه، لان لو ما عملش كده وعمل الاشعه الاول يبقى لازم ينتظر يومين على ما يعمل التحاليل المطلوبه منه. يبقى يفضل الامتناع عن إجراء أي تحليل خلال اليومين التاليين لإجراء أشعة تستلزم الحقن بالصبغة أو المواد المشعة، بينما لا يؤثر الرنين المغناطيسي والأشعة العادية والموجات فوق الصوتية على التحليل، يعني الأشعة اللي فيها راديشن زي ما قلنا أو حقن بالصبغة. تمام كده؟ الناس معايا ولا إيه؟ يا شباب يا جميل انتوا فين؟ انا ساعات بحس ان انا بتكلم مع نفسي. شباب لو معايا اكتبوا واحد في معاك يا الشات. دكتورة معاك. ماشي، اصلكوا ساكتين زيادة عن اللازم او انا حاسة بهدوء زيادة عن اللازم. طيب الهرمونات بقى، وخلي بالك احنا 3 ارباع المشاكل كلها من تحليل الهرمونات، لأن تحاليل الهرمونات دي اللي بيتبني عليها حاجات كتيرة جدا عند الفيميل، بالذات اللي بتبقى يعني اللي هتروح تعمل تحاليل هرمونات بتبقى عادة فيميل بتدور على حمل أو في مشاكل في الحمل، فاحنا محتاجين الدكتور يشخص صح عشان يبتدي يديها علاج صح فربنا يكرمها. فتخيل احنا لما نهمل أو المريضة مركزتش مع الدكتور، ومفروض الطبيب المعالج لازم هيأكد عليها ميعاد عمل تحليل الهرمونات، لأن ميعاد عمل تحليل الهرمونات مرتبط بميعاد البيريود، هو في سايكل كده، في تحاليل بتتعمل من تاني أو تالت يوم للبيريود، وفي تحاليل بتستنى بعد 20 يوم من البيريود أو 21 يوم، فالدكتور المفروض المعالج هيقول لها ويأكد عليها. افترض هي مركزتش مع الدكتور المعالج وراحت لك المعمل، لازم ترجع تأكد عليها. هتقول لي يا دكتور ما هي ممكن تكون الدكتور قال لها انا مالي، اقول لك لا انت شايل المسؤوليه ولازم تاكد عليها، يعني ساي ست واحده ست جايه تعمل تحليل اف اس اتش، فاول سؤال هيساله لها او هتساليه لها في المعمل هتقول هتسالوها معادي البيريود بقاله كام يوم،
هتقول لك من يومين لثلاثة خلاص تمام تعمل التست، عدى أكتر من يومين أو ثلاثة يبقى ما ينفعش تعمل التست الشهر ده، لأن كده هتدفع فلوس على الأرض والريزلت مش هتبقى مظبوطة، لأن الهرمونات دي سايكل، بتبقى في وقت ما عالية جدا وفي وقت ما قليلة جدا، فما ينفعش في الوقت اللي هي مش مظبوطة فيه أقيسها، فأنا كده هدي إنديكيشن غلط والدكتور هيبني تحليله أو تشخيصه على تحليل غلط، ودي مشكلة. طيب لو هي رايحة تعمل بروجسترون، البروجسترون ده بيتقاس من يوم 21 لل 23 من نزول البيريود، فبرضه نفس الكلام، التحاليل دي مهمة جدا والغلطة فيها بفورة، فناخد بالنا. طيب تحاليل برضو الهرمونات اللي هي الكورتيزول والاي سي تي اتش دي مهمة جدا، تتعمل بوقت، والله لو مطلوبة هي مثلا 9 الصبح و9 بالليل، 9 الصبح عشان يبقى الهرمون النتائج مظبوطة، هي لقوها دايما ان ليه في فلاكتويشن في الهرمون في الدم، فالأحسن لقوه يتعمل في الساعة مثلا 9 الصبح. عندكم مشكلة لغاية دلوقتي؟ جميل، ماشي، طيب زي الفل. كمان من ضمن الحاجات بقى الأخطاء الشائعة تاني في المعمل، من ضمنها إن أنا المعلومات اللي أنا أخدتها من المريض ما كانتش مظبوطة، وخلي بالك حصلت مرة من المرات وكانت كارثة، اسم المريض اتكتب غلط أو كان مشترك مع اسم مريض في الاسم، مثلا أحمد السيد والتاني أحمد السيد، وكل واحد فيهم أخد تحليل بتاع التاني واتدمرت حياة الاتنين، لأن كل واحد فيهم بتشخص حاجة تانية خالص. طيب الحد الأدنى من المعلومات اللي أنا لازم أخدها اسم المريض ثلاثي، وساعات كمان لازم اسم العيلة، مهمة جدا، السن والنوع، يعني هو ميل ولا في ميل، وقلنا في تحاليل بتختلف هي أنثى أو ذكر، رقم التليفون عشان لو في حاجة وشاكين في التحليل نكلمه ونقوله تعالى نعيده، عدد ساعات الصيام لازم يتكتب، لو التحليل المفروض له 6 ساعات وهو كان صايم 8 ساعات أو كده لازم أكتب عدد الساعات. كمان تحليل السكر لازم اقول له انت عايز السكر صايم ولا فاطر، لازم اكون كاتبه عندي صايم كام ساعه او فاطر كام ساعه. علاج السيوله والله ومشاكل الكبد، تحاليل بقى البروثرومبين تايم والبي تي تي، كل دي بنعرف بنشوف البيشنت ماشي على علاج وبكتبه عندي ماشي، والمده بتاعه اخدانه العلاج وكل ده بكتبه عندي. كمان تحليلات الهرمون، لو هو هيعمل هرمونات أي غدة معينة لازم أتأكد، أتأكد مهمة جدا هو بياخد علاج ولا لأ، لأن هو ممكن يكون بياخد علاج يقلل إفراز الغدة وبالتالي الهرمون هيبقى قليل، وأنا بشخصه إن هو قليل وهو أوريدي قليل بالعلاج، أنت متخيل؟ طيب كمان لو هو جاي يعمل مزرعة واحنا اتفقنا المزرعة لازم ميكونش واخد مضاد حيوي، فقدامنا دلوقتي حاجة من اتنين، والله اخد مضاد حيوي يبقى نقول له استنى كده يوم ولا اتنين وتعالى عشان تعمل يعني تأجيل التحليل بتاعك، او هنزود لك يوم في المزرعة بس ده كده هيبقى قسط عليه، فيبقى الاحسن ارجع وتعالى لنا بكرة لان يكون عدى يومين من غير علاج. بالنسبة للسيدات بسألها برضو اخر بيريود زي ما اتفقنا عشان لو فيه هرمونات بتتعمل، او كمان لو بحمل تحليل دم لازم ابقى عارفه اخر بيريود كان ميعادها ايه، وهل هي بريجنانت ولا لا، يعني في حمل او لا، عشان في تحاليل مفروض او في حاجات بتتعمل للحامل وفي لا، طبعا لو في اشعه بالصبغه او اي مواد مشعه، ودي اتفقنا لازم يكون عدى يومين، مراجعه روشته الطبيب جيده، لازم اطمن واتاكد من اللي مكتوب في الروشته مع اللي انا عملته للبيشنت، دي مهمه جدا.
الأخطاء بقى الشائعة في المعامل نفسها، في أخطاء إيه في أخذ العينة. يعني المفروض إن أنا عينة بول بجمعها على 24 ساعة، فأنا قلنا نبدأ من تاني عينة يوم التجميع حتى أول عينة من صباح اليوم التالي ويحفظ في التلاجة. خلي بالك يوم التجميع ببدأ من تاني عينة، وأنا محتاجة أول عينة باخدها بقى من اليوم اللي وراه، فأنا بفضل على مدار 24 ساعة بجمع العينة. طيب تحليل بقى السائل المنوي، بيبقى فيه مشكلة ممكن ما عملهوش في ما خدوش العينة في معمل، فهم المفروض لازم لو بره المعمل يجيب في وقت ما يعديش من 20 ل 30 دقيقة عليها، وكمان يكون حاططها في الكونتينر بتاع المعمل، مش أي كونتينر، لأن يعني الكونتينر بتاع المعمل هيبقى محافظ عليها. كمان الاهتمام بإن يبقى محطوط فيها من أول كام سبوتس عشان يقدر يبقى مطمن إن كل حاجة هتطلع نتيجة مظبوطة. عينات السبيوتم أو عينات البصاق، قلنا دي يفضل إنها تكون أول بصاق في الصباح قبل الأكل بعد المضمضة، وقلنا لا تقبل عينات السلايفا أو اللعاب. كمان عينة اللي هي مزرعة البول لازم كويس جدا نبقى غاسلين كل حاجة ومطهرين المنطقة اللي هناخد منها العينة، دي مهمة جدا، والبطرمان نفسه متطهر، لأن أي مزرعة يبقى لازم كل حاجة متطهرة، كل حاجة معقمة. طيب نفس الكلام، باخد عينات البول سواء سيدات أو بنات، لازم نفس عينات نفس طريقة المزرعة اللي هو بتغسل المنطقة كويس وتطهر وبعدين ياخدوا العين. طيب لو أنا في يورين أو ستول هاخدهم بره المعمل، يعني مش هعملهم في المعمل، البيشنت مش هيجي بنفسه يدوني في المعمل، يبقى لا يمر عليهم أكتر من ساعتين، والستول طبعا قاعدين ما يجيبوليش في بامبرز ويقولي خدي الستول أهو، ولا أو علبة كبريت ورق، في ناس بتجيب الستول في علبة كبريت، مبقاش فيه علب الكبريت دي، بس أعتقد يعني لو موجودة هتبقى لأ طبعا، وكده هيتفاعل معاها. وكمان لا يقبل بول مختلط ببروز، يعني أنا هو أنا عايزة عينة بول لوحدها وعينة ستول لوحدها، فما ينفعش تجيبلي الاتنين على بعض. تمام كده لغاية دلوقتي؟ النت معايا ولا حاطه المعلومات تقيلة عليها؟ أيوة. طيب بصي، هو انا عندي مشكلة في بقى أخطاء خاصة بطريقة أخذ العين، التعامل مع أكتر من مريض في آن واحد، دي كارثة. لو أنت المعمل عندك زحمة ما تبقاش أنت نفس الشخص، يعني أنت عندك مثلا كذا واحد بيجمعوا العينات من البيشنت بياخدوها يدخلوها على المعمل وهكذا، ما تجيش واحد يتعامل مع أكتر من مريض في نفس الوقت. ليه؟ لأنه ممكن يبدل العينة وهو مش مركز. يبقى أنت لو حتى المعمل عندك زحمة ادي كل واحد دور بعد التاني ب5 دقايق، أو هات 3 أو 4 من التكنيشنز كل واحد ماسك مريض يتعامل معاه، يبقى كل واحد معاه مريض واحد بيتعامل معاه. كمان عدم التعرف على المريض بصورة صحيحة، والله لخبطنا المريض مع التاني، يقول لك ده اللي كان لابس مثلا، ما هو انت قاعدينهم بره في الاستقبال على ما يجي الدور بتاعه تديله العلبة وتقول له يدخل يعمل العين. فتخيل لو انت واحد بقى ايه بيدي زميله مثلا بيقول له ايه خد ادي المريض اللي لابس بنطلون مثلا جراي بره، فطلع لقى 2 لابسين نفس اللون، فاداها الواحد غير الواحد، وده دخل عمل تحليل وخدناه على ان بتاع زميل، متخيل؟ اه دي كوارث بتحصل، فيعني تيك كير جدا، يعني دي ما ينفعش تتعرف على المريض تقول له اللي لابس كذا ولا اللي عامل كذا، لا خالص خالص، والله هو المريض قدامك، انا ببقى عايزه كل مريض منهم في حتة كده لوحده لغاية لما نخلصه تحاليله ويمشي. ايه يعني لما يتأخر 5 ولا 10 دقايق بس نضمن تحاليله مظبوطة تماما، ده لو عندك زحمة، ويستحسن ان انت تبقى مدي كل مريض ميعاد عشان ما يبقاش فيه زحمة او ديستربنس. طيب
استخدام وريد على ذراع في نفس ناحية ورم تم استئصاله، دي كارثة بقى. ما يبقاش واحد مثلا عامل عملية ولا مستأصل حاجة في ناحية دي، وأقوم مركب له الجهاز واسحب الدم والسرنجة في الناحية نفس الناحية. طب ما هي يعني ضاقت بيك، ما تروح في الناحية التانية. أو ساعات بتحصل بيشنت جاي لي متركب له كانيولا في إيده، كف إيده، أقوم أنا متركب له كانيولا في كف إيده اليمين مثلا، أقوم أنا ساحبة في نفس في دراعه اليمين؟ لا طبعا، ما انا لو اقدر اسحب من الكانولا اللي متركبه وخلاص يبقى وفرت على المريض. مش نافع اسحب من الكانولا يبقى اعمل في دراع مش مصاب، لان هو حصل كسور في الدم في الناحيه من تحت، هيوصل لك لفوق ازاي؟ تمام، اهي انا كاتبه كمان طور، انا كاتبه بتاعت الكانولا كنت ناسي، اخذ عينه الدم من ذراع بيه كانولا، لا ما يبقاش الكانولا متركبه في اليمين واخد من يمين. او استخدام وريد في ذراع بيه هيماتوما، يعني مثلا بيشنت من بقاله كتير في المستشفى او حتى مش كتير، وكان بيركب بقى اجهزه في الدم او كانولا او عايزين يشيلوا ويطلعوا، فمن كتر الحاجات دي عملت له هيماتوما، دي بتبقى زي ورم كده او خبطه كانه مخبوط ودراعه فيه دم تحت الجلد. ما جيش انا الدراع بقى اللي فيه البلاوي دي كلها اروح اسحب منه، انا كده انا باخد يعني عينه الدم مش مظبوطه والله. تمام، كمان ربط الضاغط اكتر من دقيقه على ذراع المريض، زي ما قلت لك الضاغط لو فضل كتير هيغير لي كميه الدم ويغير النتائج. يفضل اول بقى ايه، ودي مهمه جدا جدا، يفضل فتح الضاغط بمجرد ظهور الدم في السرنجه. يعني انا حطيت خلاص السرنجه بعد ما عقمت ذراع المريض، حطيت السرنجه وربطة، أنا الأول ربطت الضاغط أو اللي هو الكف وخلاص حطيت السرنجة، والسرنجة ابتدى يسحب دم، أقوم فك الكف، مفضلش ضغط عليه وأنا بسحب الدم. ادخال سن السرنجة قبل الانتظار حتى يجف الكحول الذي تم تعقيم الذراع به. يعني أنا إيه، ما أجيش أحط كحول وأقوم أدخل السن في لحظة، لأ انا بحط كحول وامسح عشان اعقم منطقه، واستنى ثانيه او ثانيتين كده يكون الكحول طار وابتدي ادخل السرنجه واسحب. تمام، مراعاه استخدام سرنجه مناسبه لحجم الدم المطلوب، يعني ما يجيش بيشنت هيتعمل له 10 تحاليل او 5 تحاليل واحط له سرنجه 3 سم، طب هيقضي ايه ولا ايه؟ انا لازم اعمل نسبه وتناسب، يعني ممكن ساعتها اسحب منه 10 سم 5 سم حسب الحاله. يجب التأكد من تعليم أنابيب الاختبار باسم ثلاثي أو برقم كود، دي مهمة جدا. احنا عندنا لما بنيجي نعمل بس لو أخدنا دم من ذراع المريض وهي الإيد مثلا بيها ورم أو شيء ما ينفع نلمس، ممكن يأثر على المريض؟ لا هو مش هيأثر على المريض، بس هيأثر على النتائج، هيأثر على النتائج طبعا. يعني في الأول في الآخر أنت وأنت بتسحب أي عينة أو بتعمل أي حاجة لازم أنت تبقى مأمن نفسك ولابس جلافز عشان ما يحصلش لا قدر الله ليك أي حاجة، مهم جدا جدا، لازم الجلافز أوعى تقلعه أبدا، لأن سلامتك مهمة زي سلامة المريض بالظبط. عندنا بقى في حتة اللي هو تعليم الأنابيب دي، المفروض إن أنت خلاص أنت وقفت على في الاستقبال، كتبت مليت بياناتك للريسبشنست أو الموظف اللي قاعد على الكمبيوتر خلاص، وكتب التحاليل بتاعك، بيطلع لك باركود كده لزقة بتتلزق المفروض على الأنابيب، كل لزقة مكتوب عليها اسمك والكود بتاعك بتاع العينة اللي الكمبيوتر طلعه لك واسم التحليل ويوم التحليل، دي مهمة جدا. فطبعا الكود ده بتلزق على الأنبوبة قبل ما تسحب العينة، بحيث قبل ما اللي هيسحب لك العينة سواء بقى الفني المعمل أو الممرض أو whatever مين اللي هيسحب العينة، قبل ما يسحبها يبص على الورقة أو على الليبل اللي على التيوب، لقى الكلام مظبوط يشتغل، مش مظبوط ما يشتغلش، دي مهمة جدا. طبعا مراعاة النسب الصحيحة بين الدم ومنع التجلط، وهديها لكم كمان شوية،
طبعا في احنا في الدم ساعات بنبقى عايزين عينة الدم ما تتجلطش، فبنحط مانع تجلط عشان نقدر نعمل التحاليل بتاعتنا، فيبقى محطوط بالنسبة الصحيحة ومحطوط بالصح، لأن في كذا مانع تجلط بنحتاجهم، كل نوع منهم حسب أنواع التستات، وده هوريهولكم برضه. مراعاة الترتيب الصحيح لإنزال الدم في السرنجة إلى الأنابيب. أما باجي أعمل أنابيب اللي فيها مانع تجلط زي الستريت والإديتا، محتاجة أخد بالي وأنا بنزل، بحط الأول الستريت وبعدين الإديتا وبعدين الستريت وبعدين أفصل الستريت. مهم جدا الترتيب، ليه؟ لأن طبعا ده بيبقى مكتوب بقى بالظبط كل خطوات كل تلت ان ديتيل، مهم أمشي قوي بالخطوات دي عشان ما يحصلش مشكلة. بيقول لك برضو غلط ان انا انزل الدم من السرنجة تحت ضغط شديد او بدون نزع السن الا في انابيب الفاكتور. طب بيعمل ايه؟ قلنا لما نيجي نسحب العينة ما نضغطش بالكف، لازم نفكها اول ما الدم يبدأ ينزل، وما اعرضش المريض لضغط ان انا سايبه الكف كذا دقيقة على ايده واسحب العينة تطلع النتيجة مش مظبوطة. مهم جدا الضغط بيبوظ النتائج. كمان اما اجي بقلب العينة الدم مع مانع التجلط انا ما برجهاش، انا بس بعمل ابسايد داون، يعني بهز العينه برفقه جدا، عارفين اللي هو بمزجهم على بعض، لكن لو رجيت العينه مع بعض هبوظ الدنيا. كل التعليمات دي مهمه، يعني لو انت ركزت في مع فني المعمل وانت بيسحب لك اي عينه هتلاقيه بيمسك التست تيوب ينزلها لتحت وبعدين يرفعها لفوق، ينزلها ويرفعها، دي اسمها ابسايد داون، انما ما شفتوش بيرجها. تمام؟ لو لقيته بيرجها يبقى اقوله انت شغال غلط. طيب من ضمن بقى الاخطاء، انا لازم ابقى مركز جدا في العينات بتاعتي. اول حاجه هستبعد العينه الغير صالحه، يعني العينه كميتها قليله، تحليل مثلا عايز 3 مللي من الدم وهو مسحوب عين 2 مللي، يبقى دي هتستبعد وتتعاد تاني. عينة مثلا محطوط عليها مانع تجلط ولكن فيها جلطة بسيطة، لا يبقى دي بايظة ما ينفعش استخدمها. عينة بيها تكثير او فيها هيموليسز، ودي برضه ما ينفعش استخدمها، لان الهيموليسز يبقى هيغير لي النتائج، اي كل الانزيمات وكمان المغنيسيوم والبروبن والجلوكوز كل الحاجات دي هتبوظ، يبقى ما ينفعش استخدم عينة فيها تكسير او فيها جلطه. طيب تخزين العينات مهم، العينه اللي المفروض تبقى فروزن، ودي طبعا حسب التشارت بتاع كل تفاعل، العينه اللي فروزن او مجمده لازم يبقى ماينس 20، لازم تحت درجه حراره 20. طيب العينه اللي هي المثلجه او ريفريجريتد دي لازم تبقى درجه الحراره من 2 ل 8 مئويه، العينات اللي في درجه حراره الغرفه من 18 ل 25، عينات ما ينفعش تتحفظ يوم بحاله، يبقى دي لازم يتعمل عليها تحليل مباشرة. لو ما فيش حد فاضي النهارده او التكنيشن اللي هيعمل التحليل النهارده مش موجود، ما اسحبش العينه من البيشنت، ما انا ما ذنبوش، ما هيبقى حرام عليا اسحبها النهارده وما اتعملتش واجي تاني يوم هتصل عليه اقول له تعالى عشان نعيد التحليل، طب ما كمل الاول يجي في يوميها وخلاص. ايه العينات بقى اللي لازم تتعمل في نفس اليوم؟ زي حاجات معامله تجلط، سرعه ترسيب، المزارع، الجوندس او الصفرة، الصوديوم، البوتاسيوم، السي كي دي انزيمات، او ال دي اتش، كل العمليات اللي هو طبعا اللو دينستي كوليسترول، كل الحاجات دي لازم تتعمل في يوميها. طبعا كمان من ضمن الاخطاء تعريض الدم لحرارة زايدة او ضوء شديد بيؤدي الى تكسير ونقص، وبالذات لو كان في صفر، يبقى كل الحاجات دي غلط المفروض ما تتعملش. وضع الدم في الفريزر، طب ما انا لما احط الدم في الفريزر هيتجمد ويتكسر، المفروض يتحط في التلاجة. استعجال فصل السيرم بدون اتباع التعليمات أو الطريقة المسموحة، يعني المفروض أنا بفصل السيرم عشان معظم الحاجات بتتقاس في السيرم، بفصل السيرم عن الدم، بفصله إزاي؟ بفصله بعشرين دقيقة عند درجة، لمدة 20 دقيقة بحفظه عند درجة 37 مئوية، وبعد كده أبدأ أعمل دوران 2000 لفة لمدة 5 دقايق. يبقى أنا واخدة بالي جدا من، أنا طبعا حاطاه في السنترفيوج عشان يفصل، واخدة بالي جدا السنترفيوج ده جهاز اللي هو فصل السيرم عن الدم، عن السيرم اللي باخده واشتغل عليه التحليل بتاعي.
من ضمن برضو الأخطاء إن أنا ألف العينة وأحطها في التلاجة لليوم التاني بدون ما أحط ما أعمل عزل للسيرة، ما أنا هاجي تاني يوم ألاقيها باظت. كمان تلوث العينة ممكن لو العينة جه عليها مية أو أي كيميكالز يبقى كده باظت. لو أنا سايب العينة من غير ما أغطيها، طب ما ممكن تقع وتتدلق، يتعرض للانتكاب أو تبخيرها أو العدوى يجيلها أي حاجة ميكروب يقع فيها، يبقى كده برضو العينة باظت أو ما ينفعش نستخدمها. بس انتوا فاهمين كلمة باظت يعني ايه؟ لأني بقولها كتير. يعني خربت، يعني اه ما انا هي زي خربت، ما بقتش متوافقة يعني، احنا ما بنقولش خربت عندنا بس باظت يعني، اه ما بقتش صح يعني. تمام كده؟ ايه اه انتوا كلكم بتقولوا خربت؟ اصل حاسه خربت دي مش للعينات يعني، ممكن لحاجه تانية يعني. طيب برضو من ضمن الاخطاء بقى اللي ممكن تحصل اثناء التحليل، عدم اختيار التقنيه المثاليه لاجراء التحليل. انا واحد لسه مبتدئ فما تاكدتش قوي من التكنيك اللي هشتغل بيه، واشتغلت وخلص. وبعدين بعد ما خلصت شغل جه زميلي القديم قال لي يا نهارك ابيض، انت عملت التحليل بده ده ما بيطلعش نتائج حلوه، فيبقى انا كده مضطر اعيد التحليل. المشكله ان انا يا ترى اما اجي اعيد وهيبقى عندي كميه من الماده، ولا هنده للبيشنت تاني اسحب منه عينه واتعبه اكتر، ولا وههدر كمان، ما انا هعيد تحليلي ههدر كيماويات. فلازم ابقى واخد بالي جدا من التكنيك المفروض يتعمل. خروج نتائج من أجهزة التحاليل التلقائية زي بقى في معمل الكيمياء أو المناعة أو الهرمونات بدون عمل كواليتي كنترول. إحنا اتفقنا إمبارح إن أي نتيجة بعملها وبالذات الحاجات الحساسة قوي، ما هو مناعة وهرمونات وكيمياء، يعني أنا ممكن أقول ده مريض عنده كانسر أو لأ من تحليل الهرمونات بتاعه أو من حاجات الأوتو أميون بتاعته أجسام المضادة وهكذا. فتخيل أنا ما ينفعش أقول النتيجة دي كده من غير ما أعملها دبلكيت او تريبلكيت، يعني اعملها مرتين او ثلاثه عشان ابقى مطمن. فما ينفعش من اول نتيجه اقوم قايله للبيشنت وانكد عليه عشته، لا طبعا. كمان متابعه تاريخ حضور الكيتس، الكيتس دي اللي هي الشرايط اللي بعمل بيها التحاليل، فالكيتس دي ليها تاريخ صلاحيه وكمان ليها تاريخ صلاحيه من فتحها. يعني سي الكيتس ممكن تكون تاريخ صلاحيتها سنه بس من يوم فتحها مثلا 60 يوم، فانا ابص اشوفها في تاريخ صلاحيتها مظبوطه ومفتوحه بقالها قد ايه. يعني لو زميلي شغال قبلي كان شغال الشهر اللي فات يبقى انا الحق اشتغل بيها، شغال بقاله اكتر من شهرين يبقى دي كده باظت خلاص لانها اتفتحت واتسابت مفتوحه، يبقى دي مهمه جدا. التاكد من تاريخ صلاحيه الكنترول والستاندر. اتفقنا ان بيبقى فيه كنترول، انا ما ينفعش اعمل العينه من غير ما يكون عندي الستاندرد اللي هو الريفرنس بتاعي اللي هيطلع لي النتيجه مظبوطه، والكنترول ده اللي زي بصفر بيه الجهاز كده اللي هو بحطه بدل المادة اللي أنا بعمل لها العين بعمل لها النتيجة. فأنا ما ينفعش أكون شغالة بكنترول أو ستاندرد إكسباير، يبقى ما هو هيطلع نتائج غلط وبالتالي الريزلت كلها تبقى غلط النسبة، وأنا بحسب نسبتي مثلا من الستاندرد فطلعت بالستاندرد غلط وبالتالي نتيجتي أنا كمان هتبقى غلط. متابعة المعايرة الجهاز، لازم نعمل كالبريشن للجهاز على طول، والأجهزة اللي ما بتعملهاش كالبريشن بتصرف وبتطلع نتائج غلط. التأكد من الأجهزة، إن الأجهزة بتعطي قراءات دقيقة، ودي مهمة جدا في كل التركيزات، لأن ساعات الجهاز بيبقى مش معمول له معايرة كويسة فيدي تركيزات القليلة نتائج وقراءات صح، ولما نزود التركيز يدي نتائج خطأ للأسف. مراجعة درجات الحرارة بتاعة الثلاجات والحضانات والحمامات النائية لازم مهم جدا، يعني أنا لازم أعرف درجة حرارة الثلاجة بتاعتي أنا ظابطها عند 20، لازم أتأكد ظابطها عند أي درجة، لازم أتأكد منها من فترة للتانية. متابعة الصيانة الدورية طبعا للأجهزة، توثيق طريقة عمل أو طريقة إجراء التحليل كل تفاصيلها والإلمام بالتعديلات التي طرأتها. المفروض أنا لو بكتب
انا لو بعمل تحليل بالذات لاول مره بكتبه ان ديتيلز جدا كل خطوه، ولو في تغيير موديفيكيشن عملته لازم اكتبه عشان اللي يجي ورايا يشتغل يطلع نتائج مظبوطه. طبعا تفتيش على الواردات بدقه من ناحيه تاريخ اجراء الصلاحيه واسلوب. انا جاي لي عينات او جاي لي ريجنت هشتغل بيها التحاليل بتاعتي، لازم اطمن ان كلها مش اكسبيرد وتحاليل صلاحيتها مظبوطه وجايه منقوله صح، لا اللي في ايس باك محطوط في ايس باك واللي مش في ايس باك يبقى محطوط برضو في مثلا كونتينر او حاجه محافظه عليه. كمان انا المفروض ابقى واخده بالي لو انا النتائج بيطلع فيها غلط، لازم اخد بالي من انواع الغلط اللي ممكن تحصل. اول حاجه عندي في اخطاء منتظمه واخطاء راندم او عشوائيه. الاخطاء المنتظمه بيبقى ليها اتجاه واحد محدد سواء بالزياده او النقص، كل ما اعمل تحليل هيطلع نفس الغلط، يبقى ده خطأ منتظم. ده غالبا هيبقى فيه ريجنت بايظه. يعني انا مثلا لما بيجوا عندنا يعملوا تحليل ويطلع نتيجه التيست ده غلط، اقول لهم وروني مثلا مادة معينة دي بتبوظ بسرعة، قول لهم وروني كده لقيناها مظبوطة، طب وروني فلانة وهكذا، نتأكد إن كل المواد مظبوطة لأن هنلاقي واحدة منهم غلط. طيب لو الغلط راندوم عشوائي كل مرة نعمل، مرة يدينا قراية عالية، مرة يدينا قراية قليلة، مرة القراية عادية، يبقى ده غلطة الجهاز، الجهاز مش بتعاير صح. يعني مهم جدا أبقى واخدة بالي الخطأ منشأه منين. لو الخطأ منتظم يبقى دي غلطة ريجنت سواء بالنقص أو بالزيادة، كل مرة بيطلع نقص كل مرة بيطلع نقص، يبقى دي غلطة ريجنت. إنما لو الخطأ عشوائي يبقى دي غلطة الجهاز. كمان لازم أبقى فاهم إن في accuracy level و precision level. الأكيورسي اللي هي دقة النتائج، أنا المفروض كل ما أعيد، مش أنا بقول بنعيد النتائج على الأقل مرتين ثلاثة، كل ما أعيد النتائج بالذات لو هعمل منحنى أو كده، كل ما اعيد النتائج تطلع لي انحراف معياري قليل جدا. يعني مثلا هي النتيجه 90 تطلع مره 91، مره 89، مره 90، يبقى انا بتكلم في واحده فوق واحده تحت، ده الاكيورسي ده دقيقه وزي الفل. انما يعني سي لو النتيجه زي ما قدامك 90 91 90 89 90، لو خدت الافريج بتاعهم كلهم وجمعتهم هيطلع لي 90، يبقى انا النتيجه مظبوطه جدا عندي. انما البريسيشن اللي هي مش دقيقه قوي، فايه اللي بيحصل؟ بعملها مره تطلع ايه كلها طالعه في الرينج المسموح بيه، بس مش كل مش دقيقه، مش دقيقه بنفس دقه الاكيورسي. ليه؟ لان هي مره طلعت 90 92 95 88 91، فانت بتخيل الفرق بين ال 90 وال 95 ده خمس ارقام، وبين 88 وال 90 او 88 و95 ده 7 ارقام. فلازم يعني دي مش اكيوريت قوي بس كلها طالعه في الرينج المسموح. لازم اعمل فحص مستمر للريجنت واتاكد ان مفيش اي تعكير او اي ترسيب او اي تغيير في اللون، وده طبعا غير كمان معتمد على الصلاحيه. الصلاحيه دي حاجه اساسيه لازم تكون مش اكسبيرد، بس ساعات الريجنت واحد بيعمل بدروبر نسي وحطها من فايل لفايل تاني فبوظ لي الدنيا ورص بحاجات والدنيا باظت مني. كمان الطريقة الصحيحة للتعامل مع البايبت ومعايرة البايبت، البايبت دي اللي هي بنسحب بيها الريجنت ونحطها على بعض ونعمل التست، مهمة جدا برضو أبقى عارفين إزاي أتعامل معاها. كمان أما أجي أعتمد مثلا أنا شغالة وأعتمد نتائج معينة، فأنا مثلا أطلع في السي بي سي بتاعتي أو صورة الدم، أنا باخد مثلا نتيجة من الكولتر على طول. الكولتر ده الجهاز اللي بيعد كرات الدم ويقول مثلا حجمها والكلام ده، فأنا ده غلط. أنا ما ينفعش أخد من الجهاز وأكتب، أنا قلنا بنعملها كذا مرة، ولازم كمان أتأكد من الشرائح المصبوغة اللي فيها، مثلا أشوف البلاتلت ماشية مع العدد بتاع الكولتر ولا لأ، أو ال دبليو بي سيز اللي هي كرات الدم ماشية مع الكولتر ولا لأ، مهمة جدا. طبعا أنا حافظة كاتبة لك الأرقام، يعني مثلا بلاتلت اقل من واحد دي بتبقى قليله، لو هي نورمال هتطلع كتيره، ولو هي اكتر من 25 بتبقى طبعا انت متحفظش الارقام، بس تبقى عارف ان كل حاجه ليها ليفل، وده انا اوريدي هكتبه لك لما نيجي في تحاليل الدم.
من ضمن برضو الأخطاء إن عدم تجاوز الدبل كيتس 10% اختلاف المتعارف عليه عالميا. بص بقى، يعني احنا بنقول بنعيد الحاجة دبل كيت أو تريبل كيت، يعني بنعيدها مرتين أو ثلاثة، فأنا ما أجيش كل بين المرة والتانية أعيد ألاقي الفرق أكتر من 10% وأعترف بالنتيجة، لا النتيجة دي مش مظبوطة ولازم أعدل من قرايتي. الاهتمام بتاريخ صلاحية الميديا، ده لو شغالة على مزرعة لازم نتأكد إن الصلاحية والأجار الأرجار اللي شغالين بيه في الميديا بتاعتنا يكون مظبوط، والأنابيب أو الإسلانت أو الأطباق أو المساحات، كل حاجة أكون الميديا بتاعتها مظبوطة وصلاحيتها مظبوطة. كمان الاهتمام بطريقة ملء الأطباق والأنابيب في من حيث درجة الامتلاء وعدم وجود فقاعات هواء. لما باجي أعمل الإسلانت بتاعة الأجار والكلام ده بتاع الناس اللي هتشتغل في مزارع المايكروبيولوجي، ما ينفعش أملاها عن مثلا تلتين الانبوب، لان كده انا هيحصل بكتيريا الجروس ازاي، محتاجه فيها نسبه معينه عشان ينمو البكتيريا، فانا لازم بيبقى في ريشيو كده ما عدهاش، لان لو الانبوبه امتلت زياده عن اللازم مش هتطلع النتائج. طبعا الاهتمام بالتعقيم واختبار والتعقيم بقى بتاع كل حاجه ما بين كل لوت ولوت او ما بين كل باتش والتاني. انا بعمل تحاليل لمحمد، خلصت التحاليل اعقم وعشان هنقل على مريض تاني وهكذا. عدم التردد في طلب عينة أخرى من المريض في حالة الشك في النتيجة أو صلاحية أحد العينة. أنا لقيت النتيجة مش منطقية أو مش طبيعية، ما اسكتش وخلاص واديله النتائج، لا أنا لازم، لأن أنا بحافظ على سمعة معملي وبحافظ على صحة مريض اللي أنا ممكن أديله نتيجة غلط، الدكتور المعالج يشخص غلط ويبقى المنظومة الصحية كلها غلط، وفي الآخر ممكن المريض ده يموت منها لو اتاخد حاجة غير الحاجة. فحص عدد الحيوانات المنوية بواسطة أكثر من فرد للتأكد. دي طبعا التحاليل دي بتبقى خطيرة جدا، إعادة من 2 لـ3 مرات. ليه؟ لأن ده يعني ممكن يقول لواحد أنت مش هتخلف وهو ممكن يكون كان فيه مشكلة. وحصلت قبل كده كانت عندنا قضية جامدة جدا، واحد عمل التحاليل السيمين وطلع التحاليل ان هو ما بيخلفش، وبعدها مثلا بكام شهر ولا ما قالش بقى لزوجته او كده، بعدها لقى زوجته بريجنانت، فطبعا شك فيها وتاني يضرب فيها وتحول موضوع طب شرعي، وكانت احداث كتيره جدا لان كان هيموتها. وطلع في النهايه كانت المشكله في التحليل اللي اتعمل، عشان كده يمكن انا اكدت ان انا اكتب النقطه دي. انت لما بتيجي تتعامل في حاجات كده بتبقى كريتيكال او حرجه او كارثة، فخلي بالك جدا جدا وانت بتعملها. يعني انت لو طلعت الواحد كرات الدم بتاعته قليلة، مع ان دي برضه هتدخله في مرض تاني، لو طلعته عنده انيميا، بلاش كرات الدم، طلعت عنده انيميا مش هيحصل كارثة، انما لو طلعته ما بيخلفش وهو بيخلف دي كارثة. الناس معايا لغاية هنا ولا ايه؟ رحتوا فين؟ ناس بتدخل وتطلع ليه؟ حاسين ان احنا في فسحة. ايوه كارثه فعلا، يعني كارثه. تخيلي مثلا، ما هو ممكن لا قدر الله مراته تنفصل عنه، ما هو ما بيخلفش بقى، ممكن، ويبقى احنا هدينا اسره من بالغلط. كل حاجات انا يعني انا في حاجات الواحد بيخاف جدا من التعامل معاها، حاجات كريتيكال دي لازم يبقى تيك كير 10 مرات مش 2 أو 3 كمان يعني. طيب اخر حاجه بقى، الاخطاء اللي بعد التخليص. يعني احنا خلاص كل الدنيا مشيت ستر الله وكل حاجه مظبوطه ومشينا زي ما الكتاب بيقول، نيجي بقى المفروض ان احنا خلاص عملنا تحليل وهنديله نتائج، تبص بقى ايه، تلاقي انت مطلع نتيجه ماشيه مش ماشيه مع القيم بتاعه سن المريض، فدي كارثه برضه. يعني لازم تبقى انت متاكد من مراجع القيم الطبيعيه للنتائج مع سن المريض ونوعه. يعني انت ممكن كتبت النتائج مظبوطه بتاعتك زي ما طالعه ونسيت وكتبت الريفرنس ستاندرد بتاع اللي قدامك لسن مثلا حد وهو ادلت بيرسون، يعني واحد شخص بيه كارثه. فلازم تاخد بالك ان مريضي سنه قد ايه، واخش كده اجيب من التكست بوك المرجع الريفرنس قد ايه واكتب له. تمام. طيب مراجعه عدد الاختبارات المكتوبه وتطابق نوعيات. انا في مره رحت لما الدكتور كاتب مثلا 5 تحاليل وعملوا لي 4، لولا ان انا مثلا واحده واخده بالي قلت له على فكره انتوا نسيتوا تعملوا لي كذا،
انا طبعا ما اعرفش هما بياخدوا مني العينات، ما يعني المفروض انهم بيسحبوا كذا عينه على انهم يعملوا التحاليل. لما جيت استلم بقى التحاليل لقيت تحليل ناقص، وبالفعل هما كانوا عاملين ونسيوا يحطوه معايا مثلا في الفايل بتاعي، حاطينه مثلا لوحده هيدوه البيشنت تاني ما اعرفش. فدي مهمه جدا ان انت تبقى واخد بالك الدكتور كاتب له كام عينه وانا عملت له كام عينه، ومكتوب له كذا وانا عملت له كذا ولا غيرت فيه. مراجعة تطابق النتيجة مع الحالة الإكلينيكية للمريض، يعني مثلا ما يجيش مريض أنا عارفة إن هو كانسر بيشنت وعارفين الهيستوري بتاعه وأبص ألاقي الدلالات كلها مظبوطة والدنيا تمام، طب ما في كده حاجة غلط. ما هو أنت لازم تتأكد إن التحاليل كلها ماشية مع حالة المريض. كمان لو المريض ده بيعمل فولو أب يعني متابعة وبيعمل التحليل ده كل شهرين أو كل 3 شهور، لازم أقارن نتيجة المريض بنتيجته السابقة، سواء بقى بالسلب او بالايجاب، عشان ادي انديكيشن للدكتور خد بالك العلاج اللي انت ماشي عليه غلط والطبيب والمريض حالته بتسوء فياخد باله، او خد بالك الطبيب المريض الحمد لله اتحسن فيبقى الطبيب واخد باله ان انا احافظ على المريض بقى ده حالته بتتحسن يبقى العلاج ده تمام معايا. وراجعت النتائج بدقة من حيث الأخطاء الإملائية والعلامات العشرية. خلي بالك في مرة واحد كان التحليل المفروض حاجة في كرات الدم بتطلع بالألفات، فالمفروض إن هي 17 ألف، فمش فاهمة إيه اللي حصل في المعمل فكتبوا 1.700، فكده كأن 1700 وهو مفروض 17 ألف، تخيل. فطبعا ده تشخيص ده نزل كرات الدم للعشر، فدي كانت كارثة. فراق راعي وخلي بالك من الأخطاء الإملائية والعلامات العشرية. الناس معايا كده؟ خلصنا كده الأخطاء اللي بتحصل، يا ريت كل واحد كده يقول لي خطأ معلم معاه قبل ما ندخل على آخر حاجة عندنا اللي هي الريسبشن. سحب الدم من نفس الايد الموجود فيها كانولا، ماشي. تعريض عينة الدم للحرارة او البرودة، ماشي. عدم الانتباه لمدة صلاحية، زي الفل. كل واحد يكتب، يلا اكتبوا او قولوا عادي، اللي مش عايز يكتب يفتح المايك ويتكلم. كل واحد يقول خطأ فاكره، يعني خطأ من الاخطاء اللي قلناها، ده احنا قلنا ولا 50 خطأ. تبديل العينات، صح؟ دراع، تأكد من اسم المريض الثلاثي، جميل. ضغط، الضغط الزايد على الدراع وقت سحب العينة، وعدم تأكد من عدد ساعات الصيام، سحب الدم من نفس الإيد القريبة من المنطقة المصابة، كل ده مظبوط، برافو عليك. الأخطاء بكتابة التقرير، تلوث العينة، جه عليها مية أو كيميكالز، برافو عليك ما شاء الله. انتوا اللي عاجبني ان انتوا نوعتوا وما كتبتوش زي بعض، برافو عليك. خلاص عرفنا الأخطاء وناخد بالنا وتيك كير جدا عشان ما فيش حاجة منهم تحصل تعمل لنا كوارث. نشوف بقى ايه اللي هيحصل في منظومة اخذ التحليل. خطأ بتحليل الحمل، عدم كتابة سحب الدم او ادرار، كله بقى.
طيب احنا اتفقنا ان المستشفى او سوري التحاليل، معمل التحاليل سواء تابع للمستشفى او مش تابع للمستشفى في كذا قسم. طيب المفروض بقى اول قسم البيشنت بيتعامل معاه اللي هو الريسبشن او قسم الاستقبال، اللي بقى المفروض بياخد منه العينه ويعمل كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول عشان نتلافى الاخطاء دي. فقسم الاستقبال ده من اكتر الاقسام حساسيه، لان ده اللي بيتعامل دايركت مع المريض. ولذا يقع على عاتق الفني بقى التمريض او فني المختبر متواجد في قسم الاستقبال التعامل مع المرضعين في جميع فئاتهم العمرية والثقافية وكده. ايه بقى الاجراءات اللي بتتم في قسم الاستقبال؟ المفروض قسم الاستقبال بنسحب ونجمع العينات وندخلها على القسم المختص بقى الداخلي، تمام؟ وبرضه في قسم الاستقبال بنسلم النتائج، يعني ده الكارثة بقى، هو بيجمع بيدخل على المعمل وبعدين المعامل التانية بتطلع له ويسلم النتائج، لازم ياخد باله هو بيستلم وهو بيسلم، لازم يبقى مراجع كل حاجة، مراجع السجلات الطبية بتاعة النتائج، مطمن ومتأكد إن النتيجة دي بتاعة المريض ده، وإن النتيجة دي طالعة من معمل كذا، وإن أول النتيجة دي مفروض هتروح أو العينة دي مفروض هتروح لمعمل كذا. ثانية واحدة كده. طيب خلاص هو سلم العينة وطمن إنها تمام. كمان لو العينة ببقى لو أنا في مختبر متوصل بمستشفى أو في قلب مستشفى، لازم أبقى واخدة بالي العينة دي لمريض محجوز في المستشفى ولا خارج المستشفى. اتفقنا العينات اللي هتوصل للمختبر لازم يكون فيها شروط إيه دي؟ كتابة الاسم واتفقنا، تسجيل الرقم زي ما قلنا الكود بتاعه، ولو هو موجود في المستشفى يبقى لازم الغرفة ورقم السرير الموجود عليه المريض. طبيعي تحديد نوع التحاليل وحالة التحليل، وخلي بالي من حالة التحاليل دي مهمة جدا، لأن ساعات بيبقى فيه ارجنت تحاليل ضروري تتعمل ارجنت عاجلة، وفي تحاليل عادي روتينية تشيك اب عادي، فدي مش لازم إن أنا أعملها في ساعتها، بدي الأولوية لحد أهم. مثلا لازم برضو بقول أنواع الأدوية اللي المريض بياخدها، اسم القسم اللي العينة رايحاله، دي مهم جدا عشان ما بعتوش في حتة تانية وتحصل مشكلة، وكتابة وقت وسحب العينة، وكل الحاجات دي بتبقى مكتوبة طبعا، ولو الكلام مكتوب في روشتة لازم تبقى مختومة بختم الطبيب. المفروض إن الحاجات دي مكتوبة زي ما اتفقنا على الليبل اللي هيتلزق على العينة وتدخل المعمل. قسم الاستقبال بقى بياخد 6 عينات أساسية، كل عينة هتروح لقسم معين. أول حاجة عينات الدم البلاد سبيسمن، كلمة سبيسمن دي اللي هي العينة، واليورين سبيسمن أو الستول سبيسمن أو السبيوتم سبيسمن. طبعا البول والبراز والبطاق دول اتكلمنا فيهم كتير. قلنا بقى في عينات اللي هي السواب بادي سوابس، وقلنا بناخدها دي بقطنة كده، بتبقى بقطنة زي الودانة كده، بتتاخد من على سواء بقى الأنف أو الفم أو الودن وات ايفر هتتاخد منين، دي اسمها سواب. وفي البادي فلويد لما بنكون بنحلل حاجات غير دول، ممكن نحلل النخاع وهكذا، يعني بتبقى حاجات أي فلويد مش متعارف عليها، مش دم أو يورين أو سبيوت، ممكن تكون السلايفة اللعاب وهكذا، أي فلويد تانية في الجسم يعني. طيب ناخد بالنا بقى، لان هنا هقول لك العبوات اللي هتتعبى فيها او تتحط فيها العينات. العبوات دي هتلاقيك كذا مره تسال نفسك، تحاليل مسحات الرحم، ما دي سواب برضو، برافو عليك، دي سواب بتتاخد من الرحم،
وفي تحاليل بتتاخد كمان يعني من في الفلويدز اللي بتبقى في الركب مثلا، اللي هي عند الجوينت بيتاخد ساعات، عند المفاصل بيتاخد كده عينة من الفلويد ده عشان يطمنوا في التهابات او لا. في عينات كتيرة جدا، فاحنا ايه، فانا عشان كده قلت البادي فلويدز عامة والسوابس عامة، وخدتها عايمة عشان يبقى فيها تحتيها حاجات كتير. العبوات بقى اللي بتتحط فيها العينات بتاعتها، والله في العينات، في العبوات البلاستيكية، ودي بيبقى ايه لجمع عينات البول او البراز او البطاق او السائل الصدري، ساعات بياخدوا من عند الرئة كده فلويد عشان يطمنوا يشوفوا الدنيا عاملة ايه، وسائل غسيل المعدة ممكن ياخدوا اي سائل بقى، كل البودي فلويدز يعني. ولازم دول طبعا يكونوا معقم ونظيف، لو احنا هنزرع بكتيريا، ليه هنزرع حالة زراعة الزراعة الميكروبية التيشو كالشر، لازم يكون معقم عشان ما يبقاش فيه بكتيريا تطلع لي من حاجة غير العينة. ولو هي مش هعمل كالشر، هاخد مثلا عينة البول ونحللها على طول، يبقى لازم التست تيوب او العلبة اللي انا العبوة البلاستيك تيوب اللي انا معبي فيها تكون نظيفة، ماشي كلين يعني. عندي بقى المساحات القطنية اللي هي السواب. السواب دي بعملها ازاي؟ بتبقى مسحة قطنية ذات ذراع خشبي او بلاستيك، عارفين اللي هي ودانة الودن دي، معقمة تماما، مرفق معها انبوب مطابق للقفل يحتوي على جل لحفظ البكتيريا ساكنة ل4 ساعات تقريبا. باخد السواب واحطها في علبة مقفولة كويس جدا وكله متعقم، وبعد كده بروح نشتغلها بقى. العبوات الخاصة، العبوات بقى اللي بتحتوي على كالشر ميديا معينة او بيئة خاصة لعمل مثلا مزارع دم، البلاد كالشر دي بيبقى فيها مواد معينة، في عبوات بيبقى فيها بيبتون، ده برضو بيتعمل تستات معينة وهكذا. طيب انابيب سحب عينات الدم، عينات الدم دي مهم جدا، لان دول كذا لو انت سحب منك عينات دم قبل كده هتلاقيهم بيقعدوا يحطوا انابيب، كل انبوبة ليها لون، كل انبوبة ليها غطاء ليه لون مختلف، هما طبعا بالنسبة لهم حافظينهم كل غطاء دلالته ايه، وانا هقول لك دلوقتي كل غطاء دلالته ايه. طبعا كل غطاء بيبقى بيقول لك هو دلالته ايه، يعني هو ايه، وفي مادة تجلط او لا، وكميته قد ايه. نشوف كده مع بعض. المفروض ان عدد الانابيب المتعارف عليه 25 انبوبة، بس اغلب المستشفيات او معامل التحاليل شغالة بال7 انابيب اللي انا حطاهم قدامك دلوقتي، 7 الوان دول. طيب نشوفهم كده، الانبوبة الاخضر بتشوفوا انابيب لونها غطاها اخضر، دي بتبقى انبوبة 6 ملي، لان في انابيب بتبقى 2 او 3 ملي، انبوبه 6 ملي عشان تحاليل عاده في معمل البايوكيمستري معظم التحاليل يعني. فدي الغطا اللي بيبقى لونه اخضر بيبقى محطوط فيها ماده التجلط بتاعتها الليثيوم هيبرين. طيب في انابيب ما بيتحطش عليها ماده تجلط، بتبقى دراي ما فيهاش ماده تجلط، دي غطاها لونه احمر عشان دي بيعملوا السيرولوجي او الهرمونز او ساعات في حاجات في البايوكيمستري، فلما نكون عايزين نشوف امصال او هرمونات احنا مش فارق معانا الدم اتجلط او لا، فدي بتبقى ريد. في حاجات اللي هي بنقيس بقى السي بي سي والكرات الدم والكلام ده، تبقى في التفتات الهيماتولوجي حاجات الدم لازم نحط الايديتا عشان ما بتحافظ على شكل كرات الدم زي ما هي، فبتبقى الانبوبه لونها بنفسجي. في طبعا انت مش بتحفظ، مش مطالب تحفظ الحاجات دي، بس لازم تبقى عارف ان كل واحده ليها حاجه. طبعا في الانبوبه اللي غطاها لونه جراي، دي بتبقى محطوط مادة الصوديوم فلورايد فيها عشان نعمل تيست الجلوكوز. الصوديوم سيتريت بتبقى الأنبوبة لونها أزرق، ودي برضو في الهيماتولوجي حسب نوع التحليل. خلي بالنا إن كل مادة تجلط ليها ريشيو، في حاجات من 1 لـ3 ومن 1 لـ9 ومن 1 لـ4، يعني ملي من الدم قصاد 4 ملي مثلا سيتريت، أو قصاد 9 ملي صوديوم سيتريت، وهكذا حسب نوع العين. هنا وهنا نفس المادة بس النسبة مختلفة، نفس المادة بس النسبة اختلفت، وبناء عليه يبقى طبيعة التحليل اختلفت، يعني الصوديوم سيترات للإي إس آر غير لبقية التفتات الدم. هنا الأنبوبة لونها أزرق، وهنا الأنبوبة لونها بينك، هنا الأنبوبة 3.6 لأني هعمل كذا تحليل، إنما هنا 1 ملي بس عشان أنا على قد الإي إس آر. كمان في أنابيب بيبقى محطوط حافظها في جل، ودي برضو عشان تفتات معينة في السيرولوجي والهرمونز والبايوكيمستري، يعني بدل الاحمر، الاحمر كنا مش حاطين حاجه خالص،
الأصفر حطينا جيل. أيوة الألوان ثابتة بكل مختبر طبعا، دي ألوان عالمية ثابتة في كل حتة، ما أنا حطها ليه؟ ما بتتغير حسب سياسة المستشفى. لا دي زي حاجات ثابتة زي أرقام كده واختصارات التحاليل، حاجة عالمية متعارف عليها. أهي أنا حطيت لكم الـ7 ألوان اللي اتكلمنا عليه، الأزرق والأحمر والأصفر والأسود والجراي والأخضر والفايلت، كل واحدة بقى محطوط فيها مانع تغلط ومتأكدين من النسبة بتاعته قبل ما نستخدمه. طيب نيجي بقى معلومات بسيطة عن كل أنبوبة. الأنبوبة اللي فيها مانع التجلط اللي هو الليثيوم هيبرين، الليثيوم هيبرين ده بيتعمل امتى؟ هو أول واحد خدناه خالص، الأنبوبة الخضر ده بيبقى بيتعمل لفحوصات الدم اللي هي قلنا البايو كيمستري لاب، اللي هي زي بلاد شوجر، الكاردياك انزايمز، الالكترولايتس، الايرون، معظم تستات كوليسترول. فدايما لو حد فيكم راح يسحب عينات دم وركز هتلاقي معظم الغطاء اللي كان بيبقى متعبي بيه العينة وهو بيسحبوها منه كان لونه أخضر. طيب عندي دي بقى بتبقى ايه؟ لا المادة دي ممتازة لأنها لا تسبب تكسير لكرات الدم، دي حاجة كويسة جدا. كمان بتحافظ على كمية الدم ضمن النسب الطبيعية، فنقدر نعمل تحاليل واحنا مش قلقانين ان النتيجة تتغير. لا تستخدم هذه المادة في أبحاث الدم. ليه بقى؟ لأن هي بتغير شكل الخلايا تحت الميكروسكوب، فاهم؟ فلو هو عنده أنيميا ممكن ما نلاحظهاش. يعني هي حلوة في كمية الدم لكن هي ما بتغيرش كمية الدم، عشان كده قلنا معامل بايو كيمستري، إنما الأشكال بتغير. طيب كمان دي كانت الأنبوبة الأولانية اللي هي لونها أخضر. عندي بقى الأنبوبة اللي هي لونها أحمر اللي هي ما حطناش أي حاجة عليها، قلنا الأنبوبة أنا عشان كده كاتبة العنوان بلون الأنبوبة، الأنبوبة التي لا تحتوي على مانع تجلط اللي هي البلين تيوب. الأنبوبة اللي هي ما فيهاش مانع تجلط دي تستخدم عادة في قسم الهرمونات والكيمياء. ليه؟ لأن هي مناسبة حسب التحليل اللي أنا عايزه. والله أنا عايزة أعمل أنتي بوديز أو أنتي جين، فأنا مش فارق معايا يكون في تجلط أو لا، فدي مهمة جدا في الحاجات اللي هي مش عايزة مانع تجلط. الأنبوبة بقى اللي هي لونها البنفسجي اللي هي الفايلوت اللي هي فيها الإيديتا، دي مهمة قوي. الإيديتا بعملها إمتى؟ دي من أفضل أنواع الموانع التجلط المستخدمة في الحاجات الهيماتولوجي. ليه؟ لأن هي ما بتغيرش شكل خلايا الدم، فأقدر أعمل صورة دم كاملة اللي هي السي بي سي وأنا مطمنة. كمان هي بتمتاز إن هي ما بت... المد... هذه المادة بتمنع الصفائح الدموية إنها تتجمع أو يحصل لها كلامبنج مع بعض. الصفائح الدموية ممكن تتجمع مع بعض، الدم أي ما يجلطش بس الصفائح تتجمع، لا دي بتحافظ على كل حاجة زي ما هي. كمان ما بتأثرش على حجم كرات الدم، فطبعا أنا ما أقدرش أقول ده ماكروستاتيك أنيميا ومايكروستاتيك أنيميا وأنا مش عارف لو هي العينة مش بتبوظ شكل الخلايا، أنا ما أقدرش أقولها، فدي طبعا ما بتبوظش شكل الخلايا. بتحافظ على الشكل، المحتوى الشكلي والنوعي أطول مدة ممكنة، وطبعا دي حاجة كويسة جدا. هي مشكلتها بس ان انا ما ينفعش استخدمها في معامل الكيمياء قوي. ليه؟ لان هي لما بحطها بنلاقي ان عمل ارتفاع في نتائج البوتاسيوم وانخفاض في الكالسيوم، يعني غيرت نتيجة البوتاسيوم والكالسيوم، يعني هي بتلعب شوية في كمية الدم على عكس الليثيوم هيبرين. عشان كده الليثيوم هيبرين بنعمله في الحاجات دي كالسيوم والبوتاسيوم وانا مطمن، انما لو انا مش عايز اعمل كالسيوم او بوتاسيوم يبقى اعمل بالايديتا عشان صورة الدم تطلع مظبوط. وكمان هي مش حلوة قوي في قياس الانزيمات. ليه؟ لان هي بتغير المستوى الحاجات لو هي قلوية او حمضة، ما هي بتلعب في كمية الدم فتبقى غلط. فكرة الايديتا انها بتشيل الكالسيوم من الدم، وبالتالي الكالسيوم هو اللي بيعمل تجلط، فهي لما تشيل الكالسيوم من الدم مش هيحصل تجلط، عشان كده هي مادة ما بتعملش تجلط.
بس ما هي كده غيرت تركيز الكالسيوم في الدم، يبقى غيرت لي قلوية الدم، غيرت لي او البي اتش بتاعة الدم عامة، وغيرت كمان الكالسيوم والبوتاسيوم عكس بعض، فكده هيحصل خلل في كمية الدم. عشان كده بنقول انها حلوة لحاجات صورة الدم الهيماتولوجي، مش لكمية الدم، مش زي الليثيوم الأنبوبة الخضراء. طيب كمان الأنابيب اللي هي لونها جراي دي، اللي بتبقى فيها البوتاسيوم سوري الصوديوم فلورايد. الحاجات اللي فيها الفلورايد او الاوكزاليت دي بقى بتتعمل ليه؟ عشان نحفظ نسبة السكر في الدم، تمام، وليها نسبة معينة بتتحط بيها. ليه؟ لان هي بتشتغل ازاي المادة دي، الميكانيزم بتاعتها او الآلية عملها ازاي، بتظبط عملية تحليل الجلوكوز وتحويله الى لاكتيك اسيد من خلال عملية الجلايكوليس. فاحنا نقدر نشوف، ايوه ما تقوليش ما تطور، بشوف مريم انت المايك كان مفتوح وانا قفلتهولك. طيب الانبوبة تحتوي اللي فيها الازرق بقى اللي هي بتاعت السترين، اللي قلنا السترين في منها حجمين، في أنبوبة صغيرة وفي أنبوبة كبيرة. وقلنا الستريت لو هي كبيرة دي بتبقى لونها أزرق، لو هي صغيرة بيبقى لونها بينك، وساعات في معامل ما بتكتبش ما بتحطش البينك يعني. طيب اللي لونها أزرق اللي هي فيها تركيز أعلى من 1 لـ9 من الستريت، أهي اللي هي نسبتها أعلى دي، ولونها أزرق اللي هي من 1 لـ4. طبعا احنا ما بنحفظش النسب، بس عامة الستريت بيبقى حلو قوي للهيماتولوجي، حاجات الدم زي البروثرومبين تايم اللي هو معامل للترسيب، أو معامل سوري مش معامل الترسيب، معامل التجلط بتاع أو الجسم هينزف امتى، هيبطل نزيف امتى، عامل التجلط. والبارشيال ثرومبوبلاستين تايم والفيبرينوجين، حاجات الدم كلها، والفيبرينوجين والسي رياكتيف بروتين والكواجيليشن فاكتورز. فحاجات الدم كلها حلوه قوي في الانبوبه الزرقاء او الصوديوم سيترين. طبعا هي كل واحده منهم فيها ماده بتاعتها مانع التجلط بتاعها موجود فيها من قبل ما نسحب العينه، ما عدا طبعا الحمراء ما فيهاش اساسا، يعني الحمراء بلين بنحطها زي ما هي. فهو اوريدي دي بتسهل على الفني المعمل ايه، هو الحاجه موجوده جاهزه، وهم بيشتروا انابيب جاهزه متعبيه بالمادة بالنسب بتاعتها المتعارف عليها، لأن دي حاجة عالمية. فهو ما بيجي يسحب بيشد الأنبوبة اللون اللي المفروض بتاع التحليل اللي هيتعمل ويحطه وخلاص، ده اللي مطلوب منه يعني. أدوات بقى سحب العينة، المفروض في نظام الحقنة وفي نظام الفانكيوتينا. السرنجة العادية دي ما بقاش تستخدم قوي، وديسبوسابل دي بيدت يعني، ديسبوسابل يعني نستخدم حاجة بلاستيك عشان تترمي مرة واحدة. إنما ال سوري الفانكيوتينر ده اللي بقى بيستخدم دلوقتي، اللي هو الشكل اللي قدامك ده، اللي هو بيبقى من ناحيتين فيه سن، السن ده اللي بيخش في الوريد، والسن التاني انتوا شايفين مع الماوس، شايفين مع حركة الماوس، السن ده اللي هيخش في الوريد، والتاني اللي بيدخل فيه الأنبوبة بتاعتنا سواء بقى لونها أزرق أو بنفسجي أو أحمر. الناس ما بتقولش أي أو لأ ليه؟ يا شباب انتوا شايفين؟ ايوه دكتورة، طيب هي من ناحيتين، هنا في سن وفي سن هنا، السن ده اللي هيدخل في الوريد عشان نسحب الدم، والسن ده اللي هيتحط في الغطاء بتاع الأنبوبة من الأنابيب بتوعنا، اللي هم هوريكم تاني الأنابيب شكلها إيه. شايفين الأنابيب دي من فوق كده بتبقى فيها جزء مطاطي، فهي بتتحشر، أو لما تدخل الدم هيبتدي يتسرب من السن اللي دخلت فيه، إنما طول ما هي مش موجودة مش هينزل دم من الناحية التانية، هيفضل محافظ إن هو ما ينزلش دم. هي ميزه الفانكيوتيمر دي ايه؟ ان انا لو هعمل للبيشنت كذا تحليل، انا محتاجه اسحب له في كذا انبوبه، مره الصفراء مره الحمراء مره الزرقاء،
طيب انا هعمل ايه لو انا ما كناش اخترعنا البانكيو تيمر دي، كنت هقعد كل شويه ادخل سنه واسحب واقعد ادلق بقى الدم اللي انا عايزه. ايوه هقول لك هندخله ازاي، برافو عليك. انما دي الميزه فيها، انا بدخلها خلاص في الوريد وبقعد ابدل بقى في الانابيب الصغيره البلاستيك اللي انا بعبي فيها الدم، فدي ميزه حلوه جدا. طبعا ده الشريط الضاغط اهو اللي بلفه حوالين دراع البيش، شايفيني هنا انا حاطه لك اهو، ادي الشريط الضاغط وادي الانبوبه البانكيو تيمر، هدخلها وابتدي اسحب من البيش. اول لما بدخلها ويبتدي الدم يظهر قدامي هنا بارخي الشريط اللي على دراع البيش وابتدي اسحب، ادي الانبوبه بدخلها، كل انبوبه بالشكل بتاعها بسحب فيها كميه اللي المفروض حسب نوع العين. مش عارفة وانا مكررة تقريبا السلايد دي اللي هي الاحتياطات اللي قلنا عليها، اللي هي لازم اكون كاتبة اسم المريض وكاتبة التحاليل بتاعته، واخدة بالي قوي ان العينة ما يكونش ضغط عليها عشان ما يبقاش فيه تخثر او العينة تبقى اندر ستريس، وان انا بنقلها بسرعة للمستشفى. اخر حاجة بقى اللي هي ازاي بسحب عينة الدم. انتوا زي ما انتوا شايفين انا ضاغطة باي شريط whatever الشكل بتاعه، المفروض ان انا الشريط ما بينه وما بين العرق دم حوالي 10 سنتي، ببتدي احرك ايد البيشنت كل شويه عشان يظهر الوريد عندي. قبل ما يظهر الوريد او اول لما ظهر الوريد قبل ما اسحب العينه بعمل ايه؟ طبعا انا سواء شغال على دراع اليمين او الشمال مش فارقه معايا، بس كل بيشنت عارف الدراع اللي بيتسحب منه كويس، يعني تلاقي دايما بيشنت بيديك الايد الشمال يقول لك دي على طول بيسحبوا لي منها، واحد تاني يقول لك اليمين هي الاحسن، هو عارف العرق مين بيظهر اكتر. طيب انا بقوم معقمه المنطقه اللي هسحب منها بكحول، وزي ما اتفقنا مش اول ما اعقم اقوم مدخله السرنجه، استنى لحظات لما الكحول يطير وبعد كده ابتدي ادخل، عايزه ادخل بقى السرنجه بتاعتي او البانكيو تيمر بتاعتي عشان اسحب الدم. باجي ادخلها بيكون الجزء المشطوف لاعلى اللي هو التن بتاع السرنجه، في ناحيه شكلها مميز كده مشطوفه عن ناحيه، فدي لازم تكون لفوق، والسرنجة داخلة بميل 35 درجة، ماليش دخلاها عمودي ماليش دخلاها بارل خالص، لا هي بميل 35 درجة. طبعا المريض بعد ما حرك لي ايده كذا مرة يستحسن اقول له ارخي دراعك على ايد الكرسي او على ايد المنضدة اللي انا مقعدة عليها المريض عشان يسحب الدم، عشان ما يبقاش باذل مجهود ودراعه في حركة متشنج او كده. وببتدي اسحب عينة الدم اللي هي من 3 ل 5 مللي حسب العينات اللي انا هشتغل عليها. المفروض ان انا لو هشتغل على كذا عينه وانا بسحب العينة الدم بغير في الفانكيو تيمر الانبوبه اللي محتاجه فيها الدم بتاعي، وبعد كده بعد ما بسحب الانبوبه بمسح بسحب الانابيب وبسحب السن بتاع السرنجه، بعقم تاني المنطقه كويس واحط الشريط لصق. تمام كده؟ معلش انا حاسه ان احنا طولنا النهارده، بس احتياطات الامان والحاجات دي والمشاكل دي بتبقى فيها كوارث، فكان لازم نقولها in details. الناس كده معايا لغايه دلوقتي ولا في حاجه واقعه منكم؟ تمام دكتورة، يعطيك العافية. السرنجه لاي عمق؟ انا ما بدخلهاش قوي لجوه ولا بخليها متطرفه. كويس قوي السؤال اللي انت سالتيه ده، يعني انا لما باجي اسجل اوريدي انتوا لازم دي هيعلمها لكم براكتيكال يعني في المستشفى كده، بس انا لما باجي ادخلها مش بخليها تحت، مش بخليها يعني مسافه قريبه قوي، لا بدخلها سنه صغيره واشوف اول لما ينزل فيها الدم خلاص تمام، ما نزلش يعني ما نزلش الدم ببتدي ازقها شويه اكتر لغايه لما اوصل انها يبقى فيها عينه الدم، خلاص الدم يطلع وتبقى الدنيا تمام. حد فتح المايك؟ هل عندكم اي استفسارات؟ حياة المايك كان مفتوح وانا قفلته لك لغاية لما تعوزي تتكلمي. الناس اخدت بالها من الممارسات الخاطئة والكومن ميستيكس اللي ممكن تحصل وايه واهمية قسم الاستقبال وايه اللي بيحصل فيه. هاي شباب الدنيا تمام ولا في اي مشكلة؟ مش واضح، ده انتوا ما بتتكلموش خالص من طول المحاضرة، معقول؟
يعني الناس فاهمة ولا ايه؟ طيب خلاص تمام بإذن الله. المحاضرة بقى المرة الجاية، زمايل كثيرة ليكوا قاعدين يقولوا لي يا دكتور خليها آخر النهار، هل ينفع نخليها يوم الخميس مثلا الساعة 6؟ هاي يا شباب، يبقى احنا مرة ليكوا ومرة ليهم، بحيث يعني الأسبوع ده كله ليكوا، والأسبوع المرة الجاية بقى نختار مواعيد. ماشي، يبقى هخليها الخميس، لأن أنا عندي الجمعة والسبت فيهم كورسات تانية للزمايل ليكوا. خلاص، فنخليها الخميس بإذن الله الساعة من 6 ل 6 ونص كده بإذن الله. هكتب لكم برضو في الشات بإذنك يا رب، في الجروب يعني. يعني أنا قبلها هكتب لكم في الجروب أأكد عليكم. تمام كده؟ ماشي. تمام دكتور. أمولي، أشوفكم على خير، ولو في أي حاجة من هنا الأسبوع الجاي، لو في عندكم أي استفسارات أو أي أسئلة تيجي في دماغكم جهزوها ونتكلم فيها بإذن الله. أستأذنكم بقى، هقفل الميتنج وأشوفكم على خير بإذن الله يوم الخميس. السلام عليكم.